السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل في الجزء بتاع شيت واحد اللي هو كان ناقص لنا بس جزء أخير في الجزء بتاع توس كومبلمنت، وإن شاء الله هنبدأ بقى في شيت اتنين هنتكلم عن الريبريزنتيشنز المختلفة أو الويتس المختلفة، حاجات زي البي سي دي أو حاجات ليها ويتس مختلفة. وبعدين هنتكلم على الصورين اللي هما بيتكلموا عن الفلو تشارتس، هنتكلم عن الباينري مالتيبليكيشن بشكل مفصل، وهنتكلم كده سريعا على جزء الجري كود، وإن شاء الله بقى هنحل الفلو تشارتس بتاعتهم في السكشن الجاي. طيب فلو فاكرين كده من اخر سكشن احنا كنا واقفين عند جزء التوس كومبلمنت، وقلنا انه كان في طريقه كده وصلنا لها ازاي بقدر اعمل سبتراكشن بين رقمين جيفن الرقمين دول كانوا بوزيتيف، فكنت بعمل اوبريشنز حاجه زي كده 5 ناقص 3 مثلا او 3 ناقص 4. ففي الحقيقه الارقام دي كلها هي ارقام بوزيتيف وانا بعمل ما بينهم سبتراكشن. لكن اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي بقى انه او خلينا قبل ما اقول اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، هو ده كده بافتراض انه الكمبيوتر اللي عندنا ما بيقدرش يريبريزنت غير ارقام بوزيتيف بالشكل ده، يعني هو ما عندوش حاجه اسمها نيجاتيف بس عنده الاوبريشن بتاعت السبتراكشن. فهو دايما الكمبيوتر بيريبريزنت ارقام بوزيتيف بس عنده حاجه اسمها سبتراكشن، والسبتراكشن دي انا بعملها بادديشن، والادديشن دي بيطلع لي ناتج عادي. ببص على البيت الاخيره اللي هي بنقول عليها الاوفر فلو بيت، اللي هي البيت الزياده عن البيتس اللي انا كنت بادئ بيها اصلا للارقام. لو لقيتها بواحد يبقى الناتج ده بوزيتيف وباخده، لو لقيتها بزيرو يبقى الناتج ده نيجاتيف. فانا ما زلت بريبريزنت الماجنتيود بس كاني بحط نيجاتيف قبلها كده يعني. لكن الكمبيوتر انترنالي هو مش قادر يريبريزنت غير الحاجات بوزيتيف بس، هو ما عندوش حاجه اسمها ساين ولا عنده اي حاجه من الجزء ده. يعني ما ينفعش اقول لو الرقم اخره واحد او يبقى مثلا نيجاتيف، او اخره ده اللي هي الموست سيجنفكنت بيت اللي هي البيت على الشمال، او لو هو اخره زيرو يبقى هو بوزيتيف وكده. هو ما عندوش كده، هو كل الارقام اصلا بوزيتيف بالنسبه له يعني. لكن انا ببص على جزء الاوفر فلو ده اللي هو البيت الزياده اللي بتظهر لي او ساعات مش بتظهر، فلو هي ظهرت بواحد بعرف ان هي بوزيتيف وهكذا. اللي احنا بقى عايزين نعمله دلوقتي، طيب لو انا عايز اخلي السيستم بتاعي او الكمبيوتر يقدر كمان يريبريزنت ارقام نيجاتيف، فلو افترضنا ان الكمبيوتر عنده هو بيريبريزنت كل الارقام في 4 بيتس بس، وانا عايز اخلي الكمبيوتر ده يريبريزنت حاجات نيجاتيف كمان. فاحنا عارفين مبدئيا ان 4 بيتس دي اللي هي بيقدر يريبريزنت 2 باور 4 فاليوز اللي هي 16 فاليو، والفاليوز دي ممكن اقول ان هم من 0 لغايه 15، وال 15 دي اللي هي 2 باور 4 ناقص 1. طيب ف ده اللي الكمبيوتر بيعمله، هو بيريبريزنت ارقام بوزيتيف بس. لو انا عايزه كمان يريبريزنت ارقام نيجاتيف بنفس الاربعه بيتس اللي عندي، انا ما عنديش بيتس اكتر من اربعه وعايز يبقى عندي شويه ارقام بوزيتيف وشويه ارقام نيجاتيف، فانا عارف ان انا عندي 16 فاليو مختلفه او 16 احتمال اللي هم بيبداوا باربع اصفار وبينتهوا باربع وحدات. في الحقيقه بقى ان احنا كنا بنقول ان ده كده هو بيريبريزنت الزيرو وده بيريبريزنت ال 15 بوزيتيف 15. ما فيش حاجه تمنع ان انا اقول طيب بدل ما اعمل كده خليني اقسم الرينج ده كده جزئين واقول ان الجزء اللي فوق ده مثلا بيريبريزنت الارقام بوزيتيف والجزء اللي تحت ده بيريبريزنت الارقام النيجاتيف. فانا عندي 16 فاليو، فاقول مثلا ان الارقام بوزيتيف هيريبريزنت من 0 ل 7 وكاني هعتبر ان 0 ده جزء من الارقام بوزيتيف، وعندي 8 فاليوز تانيين هيريبريزنت بيهم الحاجات النيجاتيف، فاللي هم هيبقوا بقى من ناقص 8 لغايه ناقص 1. فدي 0 1 2 3 4 5 6 لغايه 7، ودي ناقص 8 ناقص 7 ناقص 6 وهكذا لغايه ناقص 1. فدول اول 8 فاليوز ودول تاني 8 فاليوز. ماشي. فعشان نعمل البرزنتيشنز دي او دي كده الفكره العامه يعني، الحاجه زي كده ان انا في الاخر عندي رينج من الفاليوز او من كومباينيشنز للباينري ديجيتس، وانا اللي بقول بقى طب خلينا هعتبر منهم الجزء ده بوزيتيف ونيجاتيف. ازاي بقى بنعمل ده بحيث انه في الاخر السيستم اللي نوصله ده يبقى بقدر اعمل عليه اجمع ارقام وانقص واعمل كده؟ ففي الحقيقه في الناس يعني او اللي بداوا يفكروا في الجزء ده مع الكمبيوترز بداوا يفكروا فيه اكتر من طريقه. طيب فالطريقه الاولانيه زي ما احنا بنقول كده ان انا عايز اريبريزنت ارقام بوزيتيف ونيجاتيف وعندي 4 بيتس بس، فبالتالي بدل ما هقول ان ال 4 بيتس دي بريبريزنت من 0 ل 15 هقول ان انا هريبريزنت ارقام بوزيتيف. خليني بس امسح دي معلش. احنا بنقول ان احنا عندنا من 0 ل 15 هريبريزنت الارقام بوزيتيف اللي هي من 0 ل 7، وهريبريزنت الارقام النيجاتيف اللي هي من نيجاتيف 1 لنيجاتيف 8، وعندي حاجه اسمها نيجاتيف 0 كده يعني ده ريدندنت، مفيش حاجه اسمها في الاخر بوزيتيف 0 او نيجاتيف 0، انا محتاج اريبريزنت واحد منهم بس يعني. طيب فالفكره الاولانيه كانت بتقول طيب هنعمل ايه؟ هناخد الارقام البوزيتيف دي نريبريزنتها عادي باينري في 3 بيتس، يعني انا عندي 4 هاخد منهم هخلي واحده كده على جنب واخد المتبقيين منهم ان هم الثلاثه اريبريزنت بيهم الارقام دي. فمثلا السبعه بيبقى ريبريزنتد بثلاث وحدات، حاجه زي الاثنين مثلا بتبقى ريبريزنتد ب 0 1 0. ماشي. خلينا بس نكمل الخط ده كده هنا.
طيب وبعدين هنعمل ايه؟ هقول انه ده التلاتة بيتس دول هم بيعبروا عن الماجنتيود، اللي هو لو انا قريتهم كده لوحدهم هعرف ان ده 7 وده 2. طيب البيت بقى الاخيره اللي احنا كنا مخلينها على جنب دي هنسميها الساين بيت. الساين بيت دي لو هو الرقم المفروض يبقى بوزيتيف هحطها بصفر، لو الرقم المفروض يبقى نيجاتيف هحطها بواحد. فلو بصينا مثلا على ناقص 7 ده اللي هو البوزيتيف بتاعه كان 0 3 1، هلاقي ان النيجاتيف بتاعه هو التلات وحيد دول زي ما هم كده، وحطيت الساين بيت دي بواحد. نفس الفكره بقى لقيت الارقام الاثنين مثلا كانت 0 1 0 والساين كانت 0 لو هي بوزيتيف، لو جيت عند النيجاتيف 2 هلاقي ان هي برده 0 1 0 والساين كانت بواحد عشان هي نيجاتيف 2. طيب فالطريقه دي يعني تبان سهله كده وكويسه، بس فيها مشكله اللي هي في الجزء ده كده، انه انا عندي الثلاث اربع اصفار ده بيريبريزنت البوزيتيف 0، بس لما اني بقول ان الماجنتيود هو 0 فلو حطيت 0 يبقى هو بوزيتيف، لو حطيت 1 يبقى نيجاتيف. فظهر لي بقى الحاجه الغريبه اللي هي بتاعت انه ده كده اربع اصفار ده هو بوزيتيف 0 وواحد ثلاث اصفار ده هو النيجاتيف 0. وفي الاخر دي ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف 0 بوزيتيف 0، انا عايز ابريزنت فاليو واحده للصفر وخلاص، مش محتاجه يبقى عندي زي قيمتين مختلفين للجزء بتاع الاربع اصفار وواحد ثلاث اصفار ده. فده كانت اول طريقه، وده كان زي العيب بتاعها انه في الاخر انا بريبريزنت نفس الفاليو بحاجتين مختلفين او اتنين باينري ريبريزنتيشنز مختلفين. فالكومباينيشن الزياده ده احنا عايزين ناخده لفاليو مختلف. فالاقتراح التاني بقى كان كالاتي، نفس الفكره الى حد ما، انا عندي 3 بيتس للفاليو، بس البيت الاخيره دي ما بقتش بقول على طول بقى ان هي بتعبر لي عن الساين وخلاص، بقيت بقول انه تعالى ناخد الفاليو بتاعت الزيروز عادي جدا، اللي هو انا عندي 3 بيتس وهحط برضو البيت الاخيره دي بصفر ماشي. فمثلا السبعه هي برضو 3 وحايد واحط البيت اللي جنبها الموست سيجنيفيكانت دي بزيرو، الخمسه مثلا 1 0 1 وهكذا. لو انا بقى عايز اريبريزنت النيجاتيف بتاع الرقم فانا هحسب التوس كومبلمنت بتاعه، فالتوس كومبلمنت بتاع حاجه زي السبعه هتبقى تعال نحسبها بفكره الوانس كومبلمنت، فمثلا هتبقى 1 3 اصفار وبعدين هجمع عليها 1 فهتبقى 1 0 0 1 ماشي. اوكي طيب فبالتالي البوزيتيف 7 لو هي كده هيبقى النيجاتيف 7 بتاعتها ان انا احسب التوس كومبلمنت بتاع السبعه وهيظهر لي الفاليو دي. طيب فلو مشيت بنفس الفكره دي، لو خدت مثلا فاليو زي الواحد كده فالتوس كومبلمنت بتاعتها هتبقى الواحد دي هتبقى 1 1 1 0 وبعدين لما اجمع 1 هتبقى 4 وحايد، فلاقي ان النيجاتيف 1 بتاعتها هي 4 وحايد. طيب تعالوا بقى نجرب نشوف كده الزيرو دي لو حسبت التوس كومبلمنت بتاعتها. فالتوس كومبلمنت كنت بقول ان انا بعمل ايه؟ الاول هحسب الوانس كومبلمنت وبعدين هجمع واحد، فلما هجمع الواحد هلاقي ان انا ظهر لي ايه؟ الواحد زائد واحد دي بزيرو وبعدين واحد، فهلاقي ان انا ظهر لي اربع اصفار كده وظهر لي واحد زياده ماشي. بس انا عندي في الحقيقه اربعه بيتس، فهو الكمبيوتر لو وصل للبيت الخمسه دي اصلا هو يعني هو مش شايفها، هو في الاخر هيعتبر ان هو ده الرقم وخلاص يعني. فاللي استفدته من هنا هو ايه؟ اللي استفدته من هنا هو انه الاربع اصفار دول في الحقيقه لما حسبت التوس كومبلمنت بتاعهم اللي هو كانه النيجاتيف بتاع الزيرو طلع لي برده اربع اصفار، فبالتالي بقى عندي فاليو واحده للزيرو لما احسب لها التوس كومبلمنت برده بتبقى هي نفس الفاليو بتاعتها يعني. ماشي؟ فبالتالي ما خدتش حاجه للجزء بتاع النيجاتيف زيرو. والحاجه الاخيره بقى انه هتلاقوا انه في كومباينيشن كده متبقي اللي هو واحد ثلاث اصفار ده، وده اسايند لاصغر نيجاتيف فاليو، فبالتالي النيجاتيف 8 هو اللي خد الواحد تلات اصفار دي بدل ما كان بياخدها لزيرو. بس فدي الفكره. وفي الحقيقه بقى انه الساين توس كومبلمنت ده هيساعدنا قوي في موضوع ان احنا بقى حاليا انا بقدر ريبريزنت رقم بوزيتيف ونيجاتيف بالكمبيوتر، فممكن اعمل بقى اديشن وسبتراكشن وهكذا في بفكره التوس كومبلمنت دي على طول من غير بقى ما افضل اشوف هما سايند ولا انسايند، طب اعمل ايه ما اعرفش ايه، هتبقى رول واحده ايا كان الرقم بوزيتيف او نيجاتيف، بعمل نفس الستبس بالظبط، باخد النتيجه زي ما هي وبعملها انتربريتيشن بقى بطريقه هنتكلم عنها دلوقتي. تمام ماشي. طيب فده الجزء كده، ودي في الحقيقه الطريقه اللي احنا هنمشي بيها بقى. انا لو عايز ريبريزنت رقم نيجاتيف في الكمبيوتر هستخدم الساين توس كومبلمنت ده على طول. طيب بما اننا بنقول ان احنا بنريبريزنت ساين توس كومبلمنت وكان معانا 4 بيتس في الكيس دي، فلو انا بقى قلت ان الكمبيوتر بيريبريزنت اي رقم عندي في 4 بيتس بس، فبالتالي السبعه دي البوزيتيف 7 احنا قلنا ان هي 0 3 1، لو انا عايز اجمع عليها بوزيتيف 7 فهي 0 3 1 برضه. طيب فالكمبيوتر احنا بنقول ان هو بيقدر ريبريزنت الفاليوز في 4 بيتس بس، فكان بيريبريزنت البوزيتيف 7 بشكل حاجه زي كده.
طيب هو انا لو اصلا عايز وفي الجزء ده برضو كنا بنقول ان هي كل positive values كنت هتلاقوا ان هما ال sign bit بتاعتهم دي كانت بزيرو، كل الارقام ال positive هنا هتلاقوا ال sign bit بتاعتهم كانت زيرو، وال negative في الحقيقة بعد ما حسبت ال complement لقيت ان برضو ال most significant bit بتاعتهم كان دايما بواحد، كل دول كانوا واحد. ماشي. طيب لو انا بقى جيت جمعت البوست في 7 والبوست في 7 زي ما هم كده بالاربعه بيتس اللي عندي، اللي هو في الحقيقه البوست في 7 ده كان الماكسيمم بوزيتيف فاليو، وده بس عشان اوريكم واحسسكم بمشكله اسرع يعني. طيب لو جيت حسبتها كده بالشكل ده وعملت باينري اديشن عاديه هلاقي ان انا النتيجه بيطلع لي 1 3 وحيد 0. لو جيت بقى للجدول ده ورجعت شفت مين ال 3 وحيد 0 دي، هلاقي ان 3 وحيد 0 دي كانت هي النيجاتيف 2، يعني انا جمعت 7 على 7 طلع لي الناتج نيجاتيف 2. ماشي. فطبعا ده اكيد مش صح يعني، ده كده في مشكله يعني. ليه المشكلة دي حصلت؟ المشكلة دي حصلت لأنها كنت بقول إن الكمبيوتر هنا بالأربعة بيتس بي represent values، أربعة بيتس دي بيقدر represent values في range من negative 8 لغاية ال positive 7. ماشي. لما أنا جيت عملت addition 7 زائد 7 فأنا في الحقيقة بقيت وصلت ال value 14، هو الكمبيوتر بالأربعة بيتس دول مش قادر ي represent 14 أصلا، فهو طبيعي انه النتيجه بتاعته تطلع غلط ويبقى في مشكله في الجزء ده يعني، لان هو الكمبيوتر يعني انا بجمع ماكسيم فاليو 7 بجمع عليه حاجه تانية هو خلاص دي الماكسيم بتاعتي اصلا، فانا مش بقدر اعمل اوبريشن ان انا اجمع حاجه اكتر من كده. فبالتالي الحل في الجزء ده هو انه طيب طالما بنقول ان احنا هنريبريزنت حاجه لغايه السبعه وعايز سبورت اوبريشن زي ان انا بجمع 7 زائد 7 دي، فبالتالي هزود بيت زياده، يعني بدل ما بريبريزنت الارقام في 4 بيتس هزود بيت زياده كده على الشمال، هزودها في البوزيتيف فاليوز بزيرو، طبعا في النيجاتيف فاليوز لما هاجي احسب التوز كومبلمنت هلاقي ان الزيرو ده قلب بقى واحد يعني. فلو انا عايز عندي رقم لقيت الرقم ده هنا كماجنتيود بس اللي هو السبعه ده كماجنتيود بياخد 3 بيتس، فانا عارف ان انا هزود بيت للساين، هزود واحدة للساين عشان يبقى عندي الأرقام بوزيتيف ونيجاتيف، وهزود واحدة كمان عشان أقدر أعمل الأوبريشنز زي الأديشن دي من غير ما أبقى قلقان إن النتيجة دي تطلع غلط أو كده، يعني كأني اديت للصفر ده زيادة كمكان للحسبة إن هي لو احتاجت 4 بيتس يبقى هي هتاخد الصفر ده، والصفر الأخير اللي بره ده خالص هو اللي هيبقى بيعبر لي بقى دلوقتي عن الساين. ماشي. فلو عملت الجزء ده كده مع الأوبريشن دي اللي هي بوزيتيف 7 زائد بوزيتيف 7 فالنتيجة هتطلع لي كده اللي هي هي دي، بس الزيرو ده في الآخر بقى موجود هنا. طيب لو أنا بصيت بقى على النتيجة دي، هي النتيجة دي معناها إيه؟ أول حاجة الزيرو ده معناه إن هو رقم بوزيتيف، صح كده؟ والحاجة التانية إنه الناتج أو الماجنتيود بتاعه هو ده اللي هو 1 1 0، 1 1 1 0، 1 1 1 0 ده اللي هو إيه؟ اللي هو 8 زائد 4 زائد 2 اللي هو 14. فأنا دلوقتي بقول إن الريزلت دي بوزيتيف بما إن الساين بيت دي بزيرو والماجنتيود بتاعها هو الثلاث ارقام دي، فيبقى هو في الحقيقه بوزيتيف 14، فخلاص هو ده فعلا اللي انا كنت عايز اعمله. فده معناه انه لما جيت اعمل الاوبريشن بتاعت الاديشن دي بقت مظبوطه. وعملت ده ازاي؟ ان انا الاول حولت الرقم ده من غير الساين بتاعته من غير ما ابص للبوزيتيف والنيجاتيف دي، لقيت ان هو ثلاث وحدات يعني محتاج 3 بيتس، قمت مزود بيت زيرو كده لل عشان الجزء بتاع الاديشن ده تطلع الناتج بتاعه صح، وزودت زيرو كمان عشان يعبر لي عن الساين هل هي بوزيتيف او نيجاتيف. ماشي. طيب تعالوا بقى ناخد اكزامبل تاني من الناحيه التانيه. لو كنت بعمل نيجاتيف 7 زائد نيجاتيف 7 فبرضه بنفس الفكره، البوزيتيف 7 احنا دلوقتي قلنا ان هي بتاخد 3 هزود 2 بيتس كده. النيجاتيف 7 هي ايه؟ هي توس كومبلمنت بتاعتها، فلو حسبت توس كومبلمنت بتاع الرقم ده هلاقي ان الواحد ده هينزل وبعدين هتوجل كل اللي بعده، فيبقى الواحد بقت 0 وواحد بقت 0 و0 بقت 1 و0 بقت 1، فده كده النيجاتيف 7. طيب لما انا عايز اعمل نيجاتيف 7 زائد نيجاتيف 7 فخلاص هو نيجاتيف 7 ده انا بريبريزنته كده اوريدي، خلاص اي رقم نيجاتيف انا ما عنديش بقى حاجه اسمها انه البوزيتيف بحسب له، يعني هو الرقم النيجاتيف ريبريزنتد بالفاليو دي، فانا بشيلها واحطها زي ما هي كده كباينري، مش ببص بقى عليها ولا بعمل اي حاجه. ففي الحقيقه انا بعمل كل الاوبريشنز بقى كده انها اديشن، انا بروح اشوف البوزيتيف 7 ده في الجدول هنا كانت الفاليو بتاعته ايه وباخدها زي ما هي اجمعها، النيجاتيف 7 ده الفاليو بتاعته كانت ايه وباخدها زي ما هي اجمعها. ماشي. بس محتاجين بس نراعي انه البيتس تبقى بالشكل ده، ان احنا بنزود زي 2 بيتس، واحد للماجنتيود ان هو يفضل مظبوط، واحد للساين. طيب لو جيت بقى اعمل اوبريشن زي نيجاتيف 7 زائد نيجاتيف 7 دي، فهو الرقم ده زائد ده هعمل في الاخر باينري اديشن عاديه، هلاقي الناتج بيطلع حاجه زي كده. احنا متفقين انه الرقم هنا 5 بيتس، 4 بيتس وواحده اللي هي بتعبر عن ساين، فالرقم اللي هيطلع لي انا مهتم بالخمسه بيتس بتوعه دول. ماشي. اي بقى اوفر فلو بيجي لي او كده ماليش دعوه بيه، مش ببص عليه اصلا يعني. طيب
فبقول ان الناتج دلوقتي بتاع الاوبريشن دي هو الفاليوز دي، وهيجنور الواحد ده مش هعمل بيه حاجه. طيب الناتج اللي طلع لي ده بقى لو انا عايز ابص عليه كده، فاول حاجه هو الساين بيت بتاعته دي بواحد، فده معناه ايه؟ معناه ان الرقم ده نيجاتيف. طيب لو انا عايز اعرف الرقم ده نيجاتيف، البوزيتيف بتاعه هو ايه؟ فهعمل ايه؟ بما اني بقول ان النيجاتيف هو التوس كومبلمنت بتاع الرقم البوزيتيف، يبقى الرقم بوزيتيف هو التوس كومبلمنت بتاع النيجاتيف، لان انا لما بحسب التوس كومبلمنت بتاع الرقم مرتين كاني برجعه تاني. يعني لو حسبت التوس كومبلمنت الرقم ورجعت حسبت التوس كومبلمنت بتاع التوس كومبلمنت، هلاقي ان هو رجع للرقم الاصلي تاني. فبالتالي لو انا عندي الرقم ده حسبت التوس كومبلمنت بتاعه، فهتبقى 0 1، وبعدين هتوجل كل اللي بعد الواحد ده، فتبقى دي 1 1 0، فيبقى حاجه زي كده. طيب الرقم ده في الحقيقه بقى هو ايه؟ كبوزيتيف نمبر، يعني هو 8 زائد 4 زائد 2 اللي هو 14، وانا عارف ان الواحد دي بتعبر لي ان هو نيجاتيف، فيبقى ده في الحقيقه نيجاتيف 14. لانه الفاليو دي البوزيتيف بتاعها كانت 14، يبقى هي ايه؟ يبقى هي نيجاتيف 14 بعد ما حسبت التوس كومبلمنت. وفي الحقيقه دي نتيجه صح، يعني انا برضو نيجاتيف 7 زائد نيجاتيف 7 هي فعلا نيجاتيف 14. طيب ف قبل بقى ما ناخد اكزامبل من الشيت، فاللي احنا عايزين نطلع بيه بس من الجزء ده هو ايه؟ هو ان قبل كده انا كنت بريبريزنت الارقام دايما على اساس ان هي انساين، فما عنديش حاجه للساين، فبالتالي السبتراكشن ده كنت بحاول اعمل له هاندلنج بفكره التوس كومبلمنت. وزي ما قلت لكم في الريفرنس هتلاقيه شارح ليه الجزء ده بيشتغل مع الفاليوز الانساين، وايه الفكره من التوس كومبلمنت، وايه الفكره ان انا ابص على الاوفر فلو وهكذا. اللي انا عملته بقى دلوقتي قلت لا، انا عايز الكمبيوتر يقدر اصلا يريبريزنت ارقام بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت، ما يبقاش هو بيريبريزنت حاجات بوزيتيف بس وانا عايز اعمل سبتراكشن، لا انا عايزه يريبريزنت ارقام نيجاتيف كمان. فلجأت لفكره ان انا هريبريزنت الارقام بوزيتيف واحط زيرو على شمالها اللي هي هتعبر لي عن الساين، والفاليو النيجاتيف بتاعته هتبقى ان انا احسب التوس كومبلمنت بتاعتها، فاحسب التوس كومبلمنت بتاعت الفاليو بوزيتيف وصلت للفاليو بتاعت النيجاتيف. فدي اول حاجه. تاني حاجه انه بقيت لما باجي اعمل اديشن ما بين رقمين بوزيتيف او رقمين نيجاتيف، او رقم بوزيتيف رقم نيجاتيف، او رقم نيجاتيف رقم بوزيتيف، ايا كان الكومباينيشن، فدايما بعملها بنفس الطريقه، باخد بشوف الفاليو بتاعه الرقم البوزيتيف او النيجاتيف ده كام، بعمل اديشن عادي جدا. لو انا كنت بقول ان انا محتاج 5 بيتس، هشوف الخمسه بيتس بتاعه الريزلت وابص على اخر واحده على الشمال، لقيتها زيرو يبقى هو ده رقم بوزيتيف، لقيتها واحد يبقى هو ده رقم نيجاتيف، وهكذا. ماشي. وفي الحقيقه هو احنا قلنا هنا ان ده رقم نيجاتيف، بس هو كريبريزنتيشن بتاعه، يعني هو ده الريبريزنتيشن بتاعت نيجاتيف 14. يعني لو احنا بقى كنا كملنا الجدول ده لغايه نيجاتيف 14، هتلاقوا انه نيجاتيف 14 ده في 5 بيتس كان بيبقى ريبريزنتد كده، لانه الرقم ال 14 البوزيتيف هو ال 8 وال 4 وال 2 وهنا 0 وهنا 0. فلو حسبت الداتوس كومبلمنت بتاعه هتلاقوا ان انا وصلت كده. ماشي. فبالتالي ده الفرق بين الفكرتين. فكره كان عندي ارقام بوزيتيف بس، فكنت بلجا لفكره التوس كومبلمنت دي، وكان فيها رولز معينه مشروحه في الريفرنس ليه دي بتشتغل بالشكل ده. طيب لما انا بقى بقيت بخلي الكمبيوتر يقدر يبريزنت ارقام نيجاتيف، فبالتالي بقيت اصلا الفاليو دي الريزلت دي كده فاليد بالنسبه له، هي دي عادي، انا بريبريزنت نيجاتيف 14 فدي كده هي نيجاتيف 14. اللي احنا بنعمله بس هنا الجزء ده كده عشان كنت اوريكم بس هي دي فعلا نيجاتيف 14 ولا لا. فلو انا عايز اتاكد ان هي نيجاتيف 14 هحسب التوس كومبلمنت بتاعتها، فتطلع كده واشوف الرقم البوزيتيف ده كان بكام، فلاقي ان هو 8 زائد 4 زائد 2 وخلاص، وانا عارف ان هو ده النيجاتيف بتاعه، يبقى هي نيجاتيف 14. طيب فدي كده كانت الاكزامبلز والفكره. تعالوا بقى نشوف السؤال بتاع الشيت. فالشيت كان بيقول انه انا معايا اتنين فاليوز كده. اول حاجه يعني هو كان مقسم لي السؤال لاجزاء. اول حاجه بيقول لي حول الديسيمال فاليوز دي لباينري واستخدم الساين توس كومبلمنت ريبريزنتيشن، وبيقول لي زود بقى ديجيتس زي ما انت عايز عشان تقدر تهندل ان انت تقدر تعمل اديشن وسبتراكشن وكده، وبعدين اعمل لي بقى الاكزامبلز دي، بوزيتيف 49 زائد نيجاتيف بوزيتيف 29 زائد نيجاتيف 49 وهكذا. وبيقول حول برضو النتائج للديسيمال وفيريفاي يعني ان احنا ماشيين صح. طيب فاول خطوه هتبقى ان انا همسك كل رقم في دول واحوله لباينري، فال 49 هيبقى الباينري بتاعها حاجه زي كده، وال 29 هيبقى الباينري بتاعها حاجه زي كده. طيب زي ما كنا بنقول في السبتراكشن او في الاديشن او اي حاجه، دايما ببقى عايز الرقمين يبقى ليهم نفس عدد البيتس، فالاقي ان ده محتاج 6 بيتس وده محتاج 5، فاقوم حاطط هنا صفر زياده عشان يبقى هما الاثنين ليهم نفس عدد البيتس. فدي اول خطوه. تاني خطوه قلنا ان احنا عشان اعمل اديشن ما بين ارقام بوزيتيف ونيجاتيف وريبريزنت النيجاتيف وكده، فانا محتاج ازود 2 بيتس، واحده للساين وواحده عشان الاوفر فلو، لاني
زي ما كنا بنقول لما بريبريزنت بوزيتيف 7 فانا ممكن اعمل بوزيتيف 7 زائد بوزيتيف 7 فالناتج ده يكبر قوي فببقى محتاج بت زياده، فبالتالي بزودها من قبل ما ابدا اصلا. احتجتها ماشي، ما احتجتهاش كده كده هتلاقوها ان هي مظبوطه في الاجابه، مش هتبوظ حاجه يعني. يعني انا زودت الصفر ده مش هياثر معايا في حاجه. فبالتالي بعد ما لقيت انه البيتس اللي انا محتاجها كانت 6 هزود في الحقيقه 2 كمان، واحده للساين وواحده للاوفر فلو. وبعد كده عايز اشوف بقى الريبريزنتيشن بتاعت الارقام النيجاتيف دي، فكل اللي هعمله ان انا همسك الرقم بوزيتيف ده واحسب له التوث كومبلمنت بتاعه، يبقى هو ده اللي بيريبريزنت النيجاتيف 49 وده التوث كومبلمنت بتاعه هو النيجاتيف 29. فلو حسبت التوث كومبلمنت هتلاقي انه الارقام اللي بتطلع هي حاجه زي كده، ده النيجاتيف 49 واللي تحته ده النيجاتيف 29. فدي كده الخطوات الاولانيه اللي انا محتاجها. بعد كده بقى انا محتاج ابدا اعمل الاوبريشنز دي، هبقى هعمل بوزيتيف 29 زائد نيجاتيف 49. هعمل الاوبريشن دي ازاي؟ هشوف البوزيتيف 29 ده بكام فلاقي ان هي دي الريبريزنتيشن بتاعته، واشوف النيجاتيف 49 فلاقي ان هي اللي تحتها دي. وبعدين هجمع الرقمين دول باينري على بعض، وانا عارف ان انا محتاج 8 بيتس بس، فهشوف ال 8 بيتس بتاعت الناتج ويبقى هو ده الرقم. لو الرقم ده اخره صفر يبقى هو رقم بوزيتيف، لو هو اخره واحد يبقى هو رقم نيجاتيف. بس في الحقيقه في الحالتين انا هسيب الناتج ده زي ما هو، مش محتاج احوله واحسب حاجه، هو ده الناتج صح. لو هو اخره زيرو يبقى هو بوزيتيف، اخره واحد يبقى نيجاتيف، اخره ده اللي هو الموست سيجنيفيكانت بيت يعني. طيب فكان بقى اللي احنا كنا بنقوله هناخد الريبريزنتيشنز دي كده هنجمعهم على بعض، فهلاقي ان دي النتيجه. النتيجه دي ايا كان بقى طلع لي بيت زياده او لا، هاخد ال 8 بيتس دول بس واقول انه فاللي انا كاتبه هنا دايما لو ظهر لي اي بيت زياده هنا اللي هي هنا في الحقيقه هي ما ظهرتش، بس انا يعني زودتها ان هي هتبقى بصفر او كاتب واحد، فانا دايما اصلا مش مهتم بالفاليو دي عامله ازاي. انا دايما باخد ال 8 بيتس اللي انا محتاجهم، او لو انا كنت محتاج 10 بيتس في الاول فيبقى هاخد ال 10 بيتس ويبقى هي دي النتيجه. فالنتيجه هتطلع لي حاجه زي كده. الرقم اللي طلع ده انا عارف عنه ايه؟ اول حاجه عارف ان ده رقم نيجاتيف لان الساين بيت بتاعته دي بواحد، وده منطقي صح، لانه هي النتيجه هنا المفروض ان هي هتبقى نيجاتيف 20 فهو رقم نيجاتيف، فده صح فعلا بيميك سنس يعني منطقي. طيب لو انا عايز اعرف بقى، هو انا عارف ان ده رقم نيجاتيف وعارف ان خلاص الكمبيوتر كريبريزنتيشن هو هيريبريزنته كده لان هو بيريبريزنت الارقام النيجاتيف في هيئه التوث كومبلمنت، بس انا عايز اعرف الماجنتيود بتاعه كان كام عشان افهم برضه هل انا ماشي صح ولا لا. فازاي اعرف الماجنتيود بتاعه؟ هحسب التوث كومبلمنت بتاع الرقم ده تاني. فهو دلوقتي لو هو نيجاتيف حاجه انا مش عارفها، لما احسب له التوث كومبلمنت هيبقى هو بوزيتيف الحاجه اللي انا مش عارفها دي. طيب فلو حسبت التوث كومبلمنت بتاع الرقم ده هيطلع كده، هيطلع 3 0 1 0 1 0 0 اللي هو 16 زائد 4 اللي هو 20. يعني الرقم البوزيتيف بتاعه هو 20، يبقى الرقم ده فعلا كان نيجاتيف 20 وده فعلا صحيح وبي ميك سنس يعني. طيب بنفس الفكره بقى في الاكزامبلز الباقيه، انا عايز اوريكم بس الكيسز المختلفه، بس هو خلاص مش هنعمل حاجه مختلفه عن كده. برضه هنشوف الريبريزنتيشن بتاع كل رقم ك 8 بيتس عامل ازاي. ب 8 بيتس دي احنا بس عايزين نفتكر انه ليه قلنا 8 بيتس، لان 49 ده لوحده البوزيتيف 49 كان محتاج 6 بيتس وانا زودت 2. فلو كان مثلا الرقم ده حاجه زي مثلا 128 اللي هي هتبقى محتاجه مثلا 8 بيتس لوحدها، فساعتها هزود 2 كمان فيبقى انا محتاج 10 بيتس. ماشي. طيب ففي الكيس دي هاخد الرقمين هجمعهم هيطلع الناتج حاجه زي كده، ماليش دعوه بقى باي حاجه بتظهر زياده، انا مهتم بال 8 دول، ال 8 بيتس دول بس. طيب ال 8 بيتس دول لو بصيت عليهم كده هلاقي انه الساين بيت بزيرو، فده معناه ان ده رقم بوزيتيف. بما ان هو رقم بوزيتيف يبقى انا ممكن ابص على الماجنتيود بتاعه ان انا احوله لديسمال على طول. طيب فانا عندي هنا 16 زائد 4 اللي هي هو رقم بوزيتيف ساين بيت بزيرو، والفاليو دي الماجنتيود بتاعها هو 16 زائد 4 اللي هي 20، فيبقى ده كده بوزيتيف 20 وده صح كده مع فكره الديسمال، الريزلت مظبوطه يعني. طيب لو كنت بقى الكيس ان انا بجمع رقمين نيجاتيف، ففي الحقيقه كل رقم نيجاتيف فيهم ريبريزنتد اصلا بالتوث كومبلمنت لوحده، وبرده هعمل باينري اديشن عادي، مش محتاج ابص على الرقم ده كان عامل ازاي واحسب له اي حاجه وكده. انا بريبريزنت كل الفاليوز في الاول باخدها زي ما هي واجمعها وخلاص. طيب فبعد ما اعمل اديشن هتطلع الريزلت حاجه زي كده، هبص على ال 8 بيتس دول بس. لما ابص على ال 8 بيتس دي هلاقي الناتج عامل كده، الناتج ده بما ان هو في واحد على الشمال يبقى هو ده نيجاتيف فاليو. ولو انا عايز اعرف الماجنتيود بتاعه بكام هحسب التوث كومبلمنت، هيطلع حاجه زي كده. الحاجه دي اللي هي 64، مفيش 32، مفيش 16، في 8 و4 و2. فلما اجمع الفاليوز دي هلاقي ان هي الرقم البوزيتيف بتاعه هو بوزيتيف 78، يبقى هو الرقم ده كان نيجاتيف 78. ولو حسبتوها بالديسمال كده هتلاقي ان هي مظبوطه. بس فهي دي كده كانت الفكره، انه لو انا عندي ارقام نيجاتيف فالاول بشوف ازاي هعمل لها ريبريزنتيشن بفكره التوس كومبلمنت، وبعدين بجمع الارقام بقى عادي من غير ما ابقى ببص حتى على
حاجة زي اوفر فلو كده ظهرت ولا لأ وهكذا. ماشي، فالاوفر فلو هنا مش بيعبر لي عن حاجة، يعني هنا الاوفر فلو كان بواحد، هنا برضو كان بواحد، هنا كان بزيرو، لما هو هنا كان زيرو مثلا كان رقم كان نيجاتيف، هنا كان واحد كان الناتج كان بوزيتيف، هنا كان واحد لكن الناتج كان نيجاتيف. ففي الحقيقة البيت الزيادة دي مش بتعبر لي عن حاجة، فأنا أصلا مش ببص عليه، أنا عارف إنه كده كان الناتج الصح هو التمانية بيتس دول بس. فدي كانت الفكرة الأولانية من السكشن. اللي عايزين نتكلم عنه بعد كده هي برضو فكرة يعني مش معقدة قوي، فكرة بس إن أنا عندي representations مختلفة غير الباينري، وكل representation في الحقيقة ليه يعني applications مختلفة أو ظهر له احتياج فالناس بدأت تروح له يعني. فأنا عارف إن الحاجات دي يعني اتقالت في المحاضرة بشكل مفصل لحد كبير، فيعني مش هدخل في تفاصيل قوي، خلينا بس نشوف الحاجات دي بمثال على الاكزامبل ده. فلو كان الاكزامبل هو مديني رقم كده ديسيمال اللي هو 6248 وبيقول لي ريبريزنتو بحاجات مختلفه، فاول حاجه اللي هي البي سي دي او باينري كودد ديسيمال. فباينري كودد ديسيمال اللي هو بيعمله هو من اسمه كده باينري كودد ديسيمال، فهو مازال الرقم ديسيمال بس انا عامل له كودنج او زي تشفير يعني او حاجه زي كده بباينري ديجيتس. طيب فالباينري كود ديسيمال ده فكرته ان انا همسك كل ديجيت لوحده واعمل له ريبريزنتيشن في 4 بيتس، يعني الستة دي لوحدها لما هعمل لها ريبريزنتيشن في 4 بيتس هتبقى 0110، فيبقى هكتب اول 4 بيتس دول كده بيعبروا لي عن الرقم ده، وبعدين اتنين هريبريزنتها في 4 بيتس تبقى 0010، وبعدين الاربعة تبقى 0100 وهكذا، والتمانية 1 3 0. ماشي، الجزء ده في الحقيقة ليه بحتاجه في حاجة زي كده؟ الابلكيشن اللي حاضر في دماغي يعني هو احنا عارفين الكمبيوتر بتستخدم ارقام باينري بس، فهو بيطلع النتائج يعني مثلا لو هو عايز يريبريزنت 15 فهو هيريبريزنت لي 4 وحايد كده. طيب لو انا بقى عايز اعرض الاربع وحايد دي مثلا على حاجة زي كالكوليتر، فهو اصلا احنا كناس يعني عايزين نشوف الرقم ده ديسيمال، فبالتالي انا عايز ما ريبريزنتش ال 15 دي بشكل كده، انا عايز اريبريزنت ال 15 دي بحاجة باينري برضو الى حد ما، بس تبقى اقدر اعمل لها انتربريتيشن وتحويل بسهوله لديسيمال. فعشان كده بنقول انه خلاص ال 15 دي بقى ما ريبريزنتها كده، هريبريزنتها ب ادي الواحد، وفي الحقيقه الخمسه دي هتبقى هي الصفر واحد صفر واحد. ماشي، ف بمعنى اخر يعني انا عندي الكمبيوتر كله بيطلع حساباته حاجه زي كده، فهو طلع لي ان دي كده ال 15، محتاج سيركت بقى في النص تاخد الرقم ده كده تحوله للبيتس بالشكل ده، وبعدين محتاج بقى سيركت تانية تاخد كل ديجيت في دول، تاخد ده تعرضه وتاخد ده تعرضه. ماشي، فكأني حولت البروبلم كده لأكتر من حاجة، أول حاجة إن أنا الكمبيوتر هسيبه يتعامل بباينري عادي، وبعدين هخلي الباينري ده يتحول لي الباينري كود ديسيمال بسيركت كده انترنال هنا بشكل ما، السيركت دي هتاخد الأربعة بيتس دول وتحولهم لي التمانية بيتس، فهتحول لي ده لواحد وتحول لي ده لخمسة، وبعدين اخد بقى الرقم ده اشوف ازاي هعرضه على حاجه زي الكالكوليتر، واخد الرقم ده برضه اشوف ازاي هعرضه على حاجه زي الكالكوليتر، او مثلا حاجات زي الديسبلايز، مثلا حاجات زي اللي موجوده في الريسيفرز او في الراديوز مثلا بتاعت العربيات، ساعات بيستخدموا ديسبلاي كده اللي هو بتلاقوه مثلا بيكتب الخمسه حاجه زي كده وهكذا. ماشي، فبعيدا عن الابلكيشنز والجزء ده، فكره الباينري كود ديسيمال هي كده، انا باخد كل ديجيت ديسيمال بريبريزنته ب 4 بيتس باينري. طيب بما ان هنا دايما عند الديسيمال فاليوز في رينج من 0 ل 9، فده معناه انه الصفر ده هريبريزنته ب 4 اصفار، وال9 ده هريبريزنته ب 1001. طيب الاربعه بيتس دول بيقدروا يريبريزنتوا حاجات تانية، يعني مثلا الاربعه بيتس دول ممكن اكتب بيهم 4 وحايد كده، الاربع وحايد دول بقى هيبقوا ايه؟ هيبقوا بيبريزنتوا ايه؟ لو انا كتبت 4 وحايد باينري كود ديسيمال ده بيبريزنت ايه في الديسيمال؟ في الحقيقه هو مش بيبريزنت حاجه، فده معناه انه انا عندي 10 فاليوز هنا من الكومبينيشنز بتاعت البيتس بيريبريزنتوا الفاليوز بتاعت الديسيمال من 0 ل 9، والسته الباقيين بعد كده دول مش بيريبريزنتوا حاجه اصلا. ماشي، فظهر سيستم مختلف كده اسمه اكسس 3، بيقول انه بما اني كنت باخد الفاليوز بتاعت 0 ل 9 دي اللي هم اول 10 فاليوز، وكان بيبقى عندي سته كده مش مستخدمين، قال طيب ما تعالوا نعمل الجزء ده بشكل مختلف، تعالوا نقول ان اول 3 فاليوز اللي هم بداية من الصفر صفر 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 لغاية الصفر صفر واحد صفر مش هستخدمهم، وبعدين هستخدم الفاليوز العشرة اللي بعدهم، فده معناه انه صفر صفر واحد واحد دي هي اللي بتريبريزنت الديسيمال زيرو، والتسعة هتبقى بقى ريبريزنتد التسعة هتبقى ريبريزنتد ب 1100.
ماشي، والكومباينيشنز التلاتة اللي فوق دول اللي هما من 0 0 0 لغاية 0 0 1 0 ومن 1 1 0 1 لغاية 4 وحايد، دول هما اللي مش مستخدمين. فده كده ملوش معنى وده كده ملوش معنى، ما فيش حاجة تمنع يعني. في النهاية هي نفس فكرة الباينري كود الديسيمال. فده معناه انه الصفر بدل ما كنت بريبريزنته بأربع أصفار بقيت بريبريزنته بتلاتة، والواحد بقى ما كنت بريبريزنته بصفر صفر صفر واحد بقيت بريبريزنته ب 0 1 0 0 اللي هو 4. فكأني كل رقم في الديسيمال ده الأول هجمع عليه 3 وبعدين أحوله لباينري. فنفس فكرة البي سي دي، هجمع كل رقم 3 الأول، فالستة ده لما أجمع عليه 3 يبقى 9، أحول التسعة لباينري هتبقى 1 0 1، الاتنين هتبقى 5 وأحولها، الأربعة هتبقى 7 فيبقى 0 3 1، والتمانية هتبقى 11 فتبقى اللي هي 8 و2 1. فدي كده فكرة الإكسسري. طيب في بقى كود كمان مختلف، بس ده بيفكر بقى بطريقة مختلفة. بيقول ان احنا كنا لو انا عندي 4 بيتس بالشكل ده كده، فكنا بنقول الويتس بتاعتهم هي 8 4 2 1. طيب الكود ده كان بيقول انه هستخدم ويتس مختلفة، فتبقى الويتس دي هي 2 4 2 1 ماشي. وفي الحقيقة برضو الكود ده بيريبريزنت بينكود كل ديجيت ديسيمال، يعني هينكود الستة دي في 4 بيتس ماشي. فطالما الشكل ده قادر يريبريزنت لي كل الفاليوز من 0 ل 9 بشكل ما في هيئه 4 بيتس، بحيث ان كل واحد فيهم ليه فاليو يونيك، خلاص انا موافق. مش فارق معايا بقى الفاليو بتاعت السته كانت مثلا هنا زي هنا 0 1 1 0 ولا 1 0 0 1، المهم ان الفاليو دي انا عارف ان هي بتريبريزنت السته، والفاليو دي هي بتريبريزنت الاثنين وهكذا. طيب فلو دخلتوا على اللينك بتاع الويكيبيديا اللي انا حاطه تحت كده، هو بيقول يعني فكره الكودنج ده كان عامل ازاي. فتعالوا ناخد اكزامبل كده على الكودنج اللي هو 2 4 2 1 دي، اللي هي الويتس بتاعتي هي 2 و4 و2 و1. لو انا عايز اريبريزنت اصفار، فانا عايز 0 في 2 و0 في 4 و0 في 2 و0 في 1، فيبقى الصفر في الحقيقه هو 4 اصفار. طيب لو انا عايز اريبريزنت الواحد، يبقى هحط واحد هنا اللي هو، تعالوا نكتب بس الويتس. لو انا عايز احط ريبريزنت الواحد باربعة بيتس، فهحط 0 0 0 وعند الواحد تبقى 1، بحيث ان هي 1 في 1 زائد اصفار، فيبقى الواحد هو هيبقى 0 0 0 1. طيب الاثنين، الاثنين انا ممكن احط 1 3 اصفار او ممكن احط 0 0 1 0 صح. في الحقيقه البيت دي الويت بتاعها 2 والبيت دي كمان الويت بتاعها 2. فانا اللي انا محتاج اعمله ان انا هختار واحده منهم، يا اما هريبريزنتها 0 0 1 0 يا اما هريبريزنتها بالعكس ده، يا اما هريبريزنتها 1 وبعدين 3 اصفار اللي هي الاثنين يعني. بس في الحقيقه اللي السيستم ده اختاره ان هو قال انا هختار اصغر حاجه، او يعني لو انا عندي مكانين احط فيهم الواحد هحطه على الجزء اللي على اليمين الاول، فهحط الواحد هنا، ولو انا احتجت حاجات هبقى اشوف الحاجات اللي على الشمال، لو انا ما احتجتش فخلاص هحطه هنا بس. فبالتالي الاثنين هيبقى ريبريزنتد بصفر صفر واحد صفر ماشي، التلاته هيبقى صفر صفر واحد واحد، والاربعه هيبقى 0 1 0 0 برضه بنفس الفكره. الاربعه دي كان ممكن اقول ان هي 2 زائد 2، او ممكن اقول ان هي 4 لوحدها، فهاخد الاربعه لوحدها. طيب فدول كده كانوا الفاليوز من 0 ل 4 اللي هم اول 5 فاليوز. طيب فدي اول حاجه كده عملناها بالفكره دي. الخمسه فاليوز بقى التانيين بيقول ان هو يعني مثلا هي دي كده الفاليو بتاعت الاربعه، ودي الفاليو بتاعت الصفر ماشي. دي كده هي الاربعه ودي الصفر. طيب لو انا عايز اريبريزنت الخمسه، فالخمسه دي ممكن اريبريزنتها ازاي؟ ممكن اقول ان هي كده صح، ممكن اقول ان هي 4 زائد 1 بالشكل ده. اختار دي بقى ولا اختار دي؟ فهو بيقول انه بعد كده اختار الخمسه، بحيث ان انت لما تجمعها، يعني لو افترضت ان الخط اللي انا حاطه ده هو المرايه، فالخمسه دي كانها الرقم المقابل ليها في المرايه هو الاربعه ماشي. فدي كده هي الخمسه، الرقم المقابل ليها هو الاربعه. فبيقول اختار الخمسه ده الانكودنج اللي هو لو جمعته على الاربعه يديك كل وحايد. فبالتالي الخمسه دي الانكودنج بتاعها هيبقى هو في الحقيقه الوانس كومبلمنت بتاع الاربعه، فيبقى 1 0 1 1 اللي هو الشكل ده كده. فعشان اريبريزنت الخمسه هختار ده، بحيث ان الخمسه زائد الاربعه تدي لي دايما 4 وحايد. طيب لو انا عايز اريبريزنت السته، فالسته هي هتبقى مرايه ده، فده كان 0 0 1 1، يبقى الصفر السته هتبقى 1 1 0 0 اللي هي 2 زائد 4، فده مقبول وهكذا. السبعه هتبقى الوانس كومبلمنت بتاع ده وكده يعني. فكانه ال 2 4 2 1 ده بيقول لي املى اول 5 انتريز من الجدول بشكل عادي. وفي الحقيقه الخمسه انتريز من الجدول دول حتى لو ركزتوا كده هتلاقوا ان هو ده الباينري ريبريزنتيشن عادي، يعني 4 اصفار 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0. فاملى اول 5 انتريز دول باينري عادي،
وبعد كده الارقام هي التوس كومبلمنت بتاعت الفاليوز دي بس معكوسه. يعني احسب التوس كومبلمنت بتاع ده، مش التوس كومبلمنت سوري، الوانس كومبلمنت، احسب الوانس كومبلمنت بتاع ده يبقى هو ده الخمسه، احسب الوانس كومبلمنت بتاع ده يبقى هو السته، احسب الوانس كومبلمنت بتاع ده يبقى هو السبعه، وانس كومبلمنت بتاع ده هو الثمانيه، وانس كومبلمنت بتاع ده هو التسعه. ماشي، فمثلا حاجه زي الصفر وانس كومبلمنت بتاعها هيبقى اربع وحايد، فهنا هيبقوا هنا واحد 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 اللي هي 2 زائد 4 ب 6 زائد 2 ب 8 زائد 1 ب 9. بس فدي فكرة ال 2 4 2 1 كودينج. فلو استخدمتوا بقى الجدول اللي احنا كنا بنكتبه هنا هتلاقوا انه في الاخر ال values represented بحاجة زي كده، 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0. طيب فدي كده 2 4 2 1. لو بصينا بقى على الكودنج الاخير، في الحقيقه الكودنج الاخير لما دورت، يعني دورت كتير ما لقيتش زي حاجه زي ويكيبيديا بيج كده بتشرحها او كده يعني. فهو ممكن يكون حاجه زي الريفرنس حاططها ك يعني طريقه مختلفه. ف زي ما هنا كنا بنقول ممكن ريبريزنت حاجه زي الاثنين بواحد اربع اصفار او صفر صفر واحد صفر، وقلنا ليه هنختار ده مش هنختار ده. هنا ما فيش حاجه بتقول كده يعني، فبالتالي هنا لو انا عايز اريبريزنت حاجه زي الواحد، فالواحد ممكن اريبريزنت صفر 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 واحد او صفر صفر واحد صفر. ماشي، ما فيش حاجه بتقول انه استخدم ده عن ده، فخلاص يعني استخدمه اي واحد هيبقوا الاثنين صح يعني. طيب فلو عايز اريبريزنت برضو الرقم بستة تلاتة واحد واحد ده، وعندي الديسيمال نمبر كان ستة اتنين اربعة تمانية، فالستة دي هريبريزنتها ان هي واحد اربعة اصفار، الاتنين دي هريبريزنتها ان هي واحد زائد واحد فيبقى صفر صفر واحد واحد، الأربعة دي هريبريزنتها ان هي تلاتة زائد واحد، فمفيش حاجة عند الستة، في عند التلاتة، وعندي واحد يا اما احطه هنا يا اما احطه هنا، في الحقيقة هما الاتنين صح. تعالى نقول انه الأربعة ان انا احط الواحد في البيت الأخيرة دي. طيب والتمانية عشان هريبريزنتها محتاج ستة وواحد وواحد، فيبقى التمانية هي واحد صفر واحد واحد، فيبقى الريبريزنتيشن بتاع الرقم ده هو هاخد بقى كل أربع بيتس من دول احطهم جنب بعض كده، فتبقى حاجة بالشكل اللي تحت ده. طيب فده كده كان السؤال ال 18 في الشيت الاول. الشيت التاني بقى كان بدأ بيقول انه بيكمل على فكره كده الباينري كود الديسيمال، بس بيتكلم على فكره ان انا عايز اعمل اديشن ما بين رقمين. عايزين نفضل فاكرين ان الرقمين دول في الحقيقه كانوا ديسيمال فاليوز، يعني هو كان 3 9 8 1 9 8، بس انا عملت له ريبريزنتيشن لكل ديسيمال فاليو ب 4 بيتس باينري. فبيقول لي اعمل البي سي دي اديشن على الارقام دي، وقول لي الناتج هيطلع ازاي، وبما اني بجمع رقمين ديسيمال بس انا عامل لهم انكودنج ببي سي دي، فانا متوقع برضو ان الناتج يطلع رقم ديسيمال انكودد ببي سي دي او باينري كودد ديسيمال. طيب فازاي الجزء ده بيتعمل؟ اول حاجه ان احنا هنحول الرقمين دول لباينري كودد ديسيمال، فالثلاثه ده هيبقى هو 0 0 1 1، التسعه هيبقى 1 0 0 1، الثمانيه هيبقى 1 3 صفار، ونفس الكلام ل 1 9 8، في الحقيقه دول هيبقوا زي بعض بالظبط، بس الثلاثة دي بقت واحد فهتبقى ثلاثة اصفار واحد. طيب فالفكرة بقى اللي احنا بنعملها، احنا عايزين نفتكر ان انا كنت بجمع رقمين ديسيمال، انا بجمع ثلاثة تسعة تمانية زائد واحد تسعة تمانية، بس انا عملت الرقمين دول ريبريزنتيشن بي باينري، فانا هعمل الاديشن كاني بعمل باينري اديشن، بس عايز افضل فاكر ان انا مش بعمل باينري اديشن، انا بعمل ديسيمال اديشن. يعني المفروض ان انا هنا بجمع تمانية زائد تمانية، ماشي، فمتوقع انه 8 زائد 8 دي 16، فالمفروض 16 دي اللي هي تبقى 6 و1، يعني المفروض يجي لي كاري عند البيت اللي بعدي. تمام، لو كنت مثلا بجمع حاجه زي 8 زائد مثلا 6، فانا متوقع ان هي المفروض تبقى 4 و1، يعني الباينري كود الديسيمال بتاع ده هيبقى 1 0 0 0، والواحد ده هيبقى 0 0 0 1. ماشي، ده المفروض الناتج كده اللي هو 14 اللي هي 8 زائد 6 زي. طيب فتعالوا نشوف كده الجزء ده بيتعمل ازاي. فانا هكتب الرقمين كباينري عادي واجمعهم، هجمعهم كجروبس كده من 4 بيتس واشوف الناتج، وبعدين ابدا ابص على اللي بعده. طيب فلما اجمع الرقمين دول هلاقي ان هو بيطلع لي حاجه زي كده، هيطلع لي 1 4 اصفار. طيب 1 4 اصفار ده رقم باينري ايكويفالنت لكام؟ ايكويفالنت ل 16، فانا كنت بجمع 8 زائد 8 طلع لي رقم باينري ايكويفالنت ل 16. طيب 16 ده معناه ايه؟ معناه 6 وكاري عند اللي بعدي، صح؟ بس 16 ده لو خدته زي ما هو، يعني لو خدت الواحد دي اعتبرته ان هو كاري اللي بعدي، الاربع بيتس اللي على اليمين دول بقوا صفر، فهو في الحقيقه دول مش بينكودوا السته ولا حاجه يعني. فالحل اللي احنا بنعمله انه بنقول لو النتيجه دي طلعت اكبر من 9 اد 6 للفاليو اللي بتطلع دي، فشوف الفاليو اللي بتطلع دي ايا كان بقى، هي بتاخد 4 بيتس بتاخد 5 بيتس، في الحالتين اجمع عليها الاول 6
وبعدين شوف الناتج هيطلع ازاي. فلو جمعنا هنا 6 اللي هي 0 1 1 0 على الرقم ده، هلاقي ان الرقم اللي بيطلع لي هو 0 1 1 0 دي زي ما هي، وواحد المفروض ان الواحد دي هي اللي هتروح للكاري اللي بعدي. طيب ايه الفكرة بقى شوية من الجزء ده ليه بنعمل كده؟ تخيلوا بقى كيس تانية كده، ان انا كنت بجمع 1 0 0 1 اللي هي 9 زائد 0 0 0 1. طيب احنا عايزين نفتكر ان ده كان اللي هو 9 زائد 1 في الديسيمال. 9 زائد 1 دي كنا بنقول ايه؟ 0 وكاري عند الواحد اللي بعدي، يعني كأني كونت جروب من 10. لو كنت بعمل حاجة زي 9 زائد 2 فكنت بقول ايه؟ بقول انه 9 زائد 2 دي انا الاول وصلت 9 زائد 1 وصلت لي جروب 10، فده معناه انه كاري عند اللي بعدي، والواحد ده هرجع ازوده هنا ماشي، اللي هو 9 زائد 1 زائد 1. ف9 زائد 1 بس هي الكاري ده، 9 زائد 1 زائد 1 بقى كمان، فيبقى هبدأ ارجع تاني ان انا اعد على الديجيت الاخير اللي هو للسيجنفيكانت ماشي. فنفس الفكره هنا، لما انا هجمع الارقام دول في الحقيقه انه لما هاجي اجمعه هيبقى حاجه زي كده، فهو الباينري قادر يريبريزنت ال10 في الاربعه بيتس برضو، بس انا مش عايز يريبريزنت الفاليو دي كباينري، انا عايز يريبريزنت الفاليو دي كالباينري كود ديسيمال بتاع الواحد وباينري كود ديسيمال بتاع الواحد. فكاني بقول له اول ما توصل للتسعه، لو وصلت لحاجه اكبر من التسعه زود 6 اللي هو سكيب الارقام اللي انت بتقدر تعملها ريبريزنتيشن، يعني اعتبر انت مش قادر تريبريزنت الفاليو دي. فازاي اخليه اقول له سكيب الفاليو دي، فاقول له زود 6 اللي هو هي الفاليو دي كانت 10، فلما يزود عليها 6 هيبقى هيروح ل 11 12 13 14 15 16. فلما يروح لل 16 كانه ايه؟ كانه صفر الاربعه دول وحط واحد كاري عند اللي بعدي، وهو ده في الحقيقه اللي انا عايز اعمله. طيب لو كانت النتيجه دي ما كانتش 10 كانت 11، فهو هيحط كاري عند الواحد اللي بعدي، والرقم ده كده هيبقى 0 0 0 1 اللي هو ال 11 وهكذا. فالفكره من ان انا بعادل 6 دي لما بلاقي الناتج اللي بيطلع لي ده اكبر من 9، هي ان انا كاني عايز اقول للباينري ده لا انت مش قادر تريبريزنت الفاليو دي، او ما تعملهاش ريبريزنتيشن في شكل باينري، زود 6 عشان تسكيب الكومباينيشنز دي وتزود كاري على البيت اللي بعدك ماشي. طيب فلو مسحنا بقى الكلام ده، فاحنا كنا وصلنا ان احنا جمعنا اول 4 ارقام، ولما لقينا الناتج ده اكبر من 9 زودنا ال 6 دي عشان نعمل الكوركشن ده، فطلع لي الناتج اللي تحت هو 0 1 1 0، وطلع لي 1 عند اللي بعدي. فاخد الواحد اللي عند اللي بعدي ده اطلعه كده ان هو يبقى كاري هنا، واعمل اديشن لدول تاني، فهتبقى حاجه زي كده. الواحد اللي كان عندي ده طلع هنا، هجمع دول، وطبعا انا عايز افضل فاكر ان دول كانوا بيطلعوا لي 0 1 1 0، دول اول 4 بيتس على اليمين دول كانوا مطلعين الناتج ده، فهيفضل زي ما هو كده بس. وبعدين هعمل باينري اديشن بقى ما بين الكاري مع الرقمين دول، فهيطلع لي حاجه زي كده. الفاليو دي اللي هي ايه؟ اللي هي 16 زائد 2 زائد 1 يعني 19، فده اكبر من 9 اكبر من 9، فبرضه هعمل نفس الفكره، هزود الكاري عليه بس انا دلوقتي شغال على الجزء ده، فالجزء اللي على اليمين ده خلاص انا مش متاثر بيه اصلا، هو الناتج بتاعه انا عارفه اللي هو كان 0 1 1 0. طيب فهعمل برضو هنا الاديشن ده، فالاقي ان الاديشن ده بيطلع لي حاجه زي كده، بيطلع لي 1 0 0 1 و1 على البيت اللي بعدي. هاخد الواحد ده اطلعه هنا ككاري واكمل الاوبريشن على الجزء ده. هعمل الاديشن هيطلع لي 0 1 0 1 اللي هي في الحقيقه دي 4 1 يعني 5، 5 ده اصغر من 9، فخلاص مش هعمل حاجه، يبقى الناتج هو 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 اللي هي دي كده اللي هي الخمسه، دي كده اللي هي التسعه، ودي كده اللي هي الست ماشي. ففي الاخر ده كده باينري كود الديسيمال بيريبريزنت الفاليو الديسيمال اللي هي 596. ف يعني الجزء ده ما اعتقدش ان هو بيجي، يعني الباينري كود الديسيمال هتلاقوه بعد كده بيجي في افكار مختلفه، جزء الاديشن مش هيظهر عليه حاجه اعتقد اكتر من ان هي بس الفكره بتاعت السؤال ده يعني. طيب الجزء بقى الاخير من السكشن، عايزين نبدا نتكلم كده على الثلاث اسئله اللي هم من اعتقد 4 لغاية 6 في الشيت، او لا اعتقد من 2 لـ 4 ايا كان يعني رقمهم، اللي هي فيها جزء بيقول لي اعمل اوبريشن معينه واشرح لي الاوبريشن دي في شكل فلوت شارت. طيب فالاول اول سؤال هو سؤال 4 في الشيت 2، بيقول لي اشتغل على حاجه اسمها unsigned binary multiplication، يعني عندي رقمين binary و unsigned وعايز اعمل multiplication بين الرقمين دول. فعشان اتكلم على الفكره دي تعالوا نتكلم الاول ازاي اصلا بعمل unsigned binary multiplication، ونفهم كده الفكره بتاعتها عامله ازاي، وبعدين نشوف بقى ازاي نكتب زي steps واضحه كده، وازاي نعملها representation في flowchart
اللي هو في الاخر ازاي احول ده الكود اشغله على الكمبيوتر، او ازاي اعمل سيركت تعمل حاجه زي كده. فلازم يبقى فيه ستيبس واضحه قادر ان انا اقولها للكمبيوتر اعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا عشان توصل للنتيجه. طيب فعشان نعمل حاجه زي كده تعالوا نبص على اكزامبل كده او اكتر من اكزامبل ورا بعض. فاول حاجه لو انا معايا رقم زي كده اللي هو 1 0 1 1 اللي هو ده 16 زائد 2 زائد 1 يعني ده 19. لو انت ضربت 19 اللي هو 1 0 0 1 1 بالباينري في 1، فالنتيجه هتبقى ايه؟ هو الواحد باينري ده هو الواحد ديسمال، فيبقى انا بضرب رقم في 1 فالنتيجه هتبقى هي نفس الرقم 1 0 1 1، ما غيرتش حاجه. طيب لو انا ضربت الرقم ده اللي هو 19 في 2 في 2 ديسمال اللي هي 1 0 باينري، ازاي اعمل بقى الاوبريشن دي؟ فلو فاكرين كده من السكشن الاول كنا وصلنا كده في جزء انه كان عندنا رقمين ورقم فيهم كان الباينري ريبريزنتيشن بتاعه هو نفس الرقم بتاع الاول بس حطينا صفرين على الجنب، واتكلمنا كده على فكره انه الصفرين دي او ان انا بضرب في 2 كاني بعمل حاجه اسمها شيفت ليفت وهكذا. فهي هنا نفس الفكره، لما انا بضرب الرقم ده في 2 فهتلاقوا ان النتيجه في الحقيقه بتبقى حاجه زي كده 1 0 0 1 1 وحطيت الصفر اللي هو ده اصلا هو الرقم اللي كان عندي ده كباينري وحطيت صفر على يمين. وعشان افكركم كده ليه كنا بنقول ان حاجه زي كده بتحصل، ده راجع ليه ان الرقم ده في الحقيقه كباينري هو بيريبريزنت حاجه زي كده بديسمال، بيريبريزنت 2 زائد 4 2 باور 4 زائد 2 باور 1 زائد 2 باور 0، والرقم اللي هو 1 0 بالباينري بيريبريزنت 2 باور 1 بالديسمال. لو انا ضربت الرقمين دول في الباينري فانا زي ما اضربهم في الديسمال. لو انا ضربت الرقمين دول في الديسمال هعمل ايه؟ هاخد القوس ده كله اللي هو ده كده هضربه في الجزء ده اللي هو ده، ماشي. لما اعمل بقى المالتيبليكيشن دي 2 باور 1 في 2 باور 4 ب 2 باور 5، 2 باور 1 في 2 باور 1 ب 2 سكويرد، و2 باور 1 في 2 باور 0 ب 2 باور 1، هيطلع لي الرقم ده. الرقم ده لو انا عايز ارجعه تاني الباينري هيبقى ايه؟ هقول انه عند البيت اللي هي الخمسه او البيت السته في الحقيقه هحط 1، وبعدين عند الاربعه والثلاثه مفيش حاجه، وبعدين عند الاثنين في 1، وبعدين عند الواحد في 1، وعند الزيرو في 0. لو بصينا بقى على الرقم اللي بيطلع ده كده، الرقم ده هو اللي احنا كنا بادئين بيه، واللي عملته ان انا حطيت صفر على اليمين. فبالتالي لو انا بضرب رقم في 2 فانا عارف انه هيطلع لي الفاليو هي نفس الرقم وهحط 0 في الاخر. فلما اقعد اعمل امشي في الخطوات دي او افكر فيها كل ما احتاج اعمل ان انا احط 0. طيب لو انا بعمل اوبريشن زي كده الرقم هو بس بضربه في 1 0 0، فمين هو ال 1 0 0 ده؟ هو الاربعه اللي هو 2 في 2 يعني. فازاي احسب الرقم ده في 4؟ هحسب الرقم ده في 2 وبعدين هضربه تاني في 2. طيب واحنا قلنا ان كل ضربه في 2 دي كاني عملت ايه؟ كاني حطيت 0 على اليمين. فبالتالي الرقم ده لما اضربه في 4 هاخد الرقم زي ما هو واحط 2 زيروز واحده لكل باور اوف 2. يعني لو دي كانت 8 اللي هي كانت 1 0 0 0 فانا كنت هحط كمان صفر هنا زياده. لو هي كانت 16 اللي هي 1 4 اصفار كنت هحط هنا كمان صفر زياده وهكذا. طيب فدي كده اول فكره ان هو لو بضرب رقم في حاجه باور اوف 2 في رقم باور اوف 2 1 او 2 او 4 او 8 او 16 وكده. وصلنا للنتائج بالشكل ده كده ان هو الرقم زي ما هو وبحط اصفار حسب بقى انا بضرب في 2 ولا بضرب في 4 ولا بضرب في 8 وهكذا. طيب لو كنت بضرب الرقم في حاجه زي كده بضرب نفس الرقم في 3 وحايد اللي هي في الحقيقه 3 وحايد اللي احنا عارفين ان هم السبعه، او السبعه دي اللي هي ايه؟ اللي هي 4 زائد 2 زائد 1. ازاي اعمل برضو المالتيبليكيشن بالشكل ده؟ هل محتاج بقى اروح اعمل سيركت تانية تهندل الجزء ده؟ فهنقول انه لا، بما اني بقول ان انا بضرب رقم في 4 زائد 2 زائد 1 فهقول انه ناتج المالتيبليكيشن ده هو ايه؟ هو ان انا اضرب الرقم في 4 زائد ان انا اضرب نفس الرقم في 2 زائد ان انا اضرب نفس الرقم في 1. طيب ازاي بضرب الرقم في 4؟ بشفته ليفت مرتين. ازاي بضرب الرقم في 2؟ بشفته ليفت مره. ازاي بضربه في 1؟ بحطه زي ما هو. طيب بعد ما عملت الجزء ده محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل اديشن. هل انا بعرف اعمل اديشن ما بين ارقام باينري؟ بعرف اعمل اديشن بكل سهوله. فبالتالي عشان احسب حاجه زي كده هقول اول حاجه ان انا الرقم النتيجه دي هي ان انا اضرب الرقم في 1 زائد ان انا اضربه في 1 0 اللي هي 4 زائد ان انا اضربه في 1 0 0 اللي هي 1 0 في الحقيقه هي 2، 1 0 0 اللي هي 4. والمالتيبليكيشنز دي هي اللي احنا عملناهم هنا باستخدام الشيفت. وبعد ما اعمل الشيفتنج ده محتاج بس ابقى بزود الفاليوز دي على بعض كباينري اديشن، هيطلع لي الفاليوز دي كده الفاليوز بتاعت المالتيبليكيشن، بعد ما اجمعهم على بعض هيطلع لي 1 3 4 0 1 0 1. لو حولت الرقم ده بقى الباينري قصدي الديسيمال وحولت الرقم ده اللي هو كان 19، فانا في الحقيقه هنا بحسب 19 في 7 وشفت الرقم ده بيطلع كام وتاكدته كده هتلاقوا ان هي بتطلع بشكل مظبوط.
فبالتالي عشان اعمل باينري مالتيبليكيشن والارقام كانت انسايند، فمحتاج حاجتين، محتاج ان انا ابقى بعمل شيفت ليفت اللي هو بيريبريزنت لي المالتيبليكيشن في 2، ومحتاج ان انا كمان ابقى بعمل باينري اديشن. تمام، بس فدي كده فكره ان انا بعمل مالتيبليكيشن بين رقمين باينري، ما فيهاش حاجه اكتر من كده يعني. طيب عشان بقى نحط الجزء ده في شكل فلوت شارت اللي هو ستيبس واضحه، والستيبس دي ما تبقاش مثلا حاجه زي كود مثلا لانجويج زي سي بلس بلس او بايثون او كده، اللي هو عشان افهم الكود لازم ابقى متعود شويه على اللغه. فعايزين الفلوت شارت ده زي دايجرام كده البروجرامرز عامه بيبقوا فاهمينه، لان هو في النهايه مش بيدخل في تفاصيل ازاي اللغه دي بتعرف حاجه او بتعمل حاجه معينه، هو عنده شويه اشكال ورموز كده بكتب فيها حاجات، كل رمز فيهم ليه معنى، بكتب في الاخر كومنتس عادي بايدي، ممكن اقول مثلا اكتب يعني اكتب جمل قصيره شويه فاللي هي تبقى شبه الكود، بس مش لازم تبقى كود يعني بيشتغل بس. فبالتالي بيبقى سهل ان انا افهم الفلوت شارت عن ان انا ابص على كود في لانجويج ممكن ابقى مش متعود عليها يعني. طيب في الحقيقه فلوت شارت في مجموعه زي بلوكس كده، كل بلوك فيهم ليه معنى. البلوكس دي هي او على الاقل احنا محتاجينهم في الجزء ده هي البلوكس دي كده. اي برنامج عشان اعرف هو برنامج بيبدا منين، فبرسم كده زي حاجه كده بيضاويه وبكتب جواها ستارت، فستارت ده معناه انه البرنامج هيبدا من هنا، وبعدين هيبقى في مجموعه ستيبس لغايه ما البرنامج هيصل للاند ده اللي هو البرنامج خلص يعني. فيبقى انا لما هبص على فلوت شارت متوقع ان انا دايما هلاقي فيه ستارت وفيه اند عشان يقول لي البرنامج بيبدا فين وبينتهي فين، والاثنين بيبقى بشكل كده بيضاوي كده وبكتب جواها ستارت واند. طيب اي برنامج او في معظم الاحيان البرامج بتبقى ساعات محتاجه الشخص اللي بيستخدم برنامج ده يدخل رقم، يعني مثلا الكالكوليتر بيبقى مستنينا ان احنا ندخل ارقام وندخل اوبريشنز، فعشان اقول ان انا هدخل رقم بعمل شكل كده باراليلوجرام كده حاجه بالشكل ده كده اللي هو توازي الاضلاع تقريبا يعني. فبكتب حاجه زي كده وبقول انا عايز اليوزر يدخل لي ايه، فمثلا لو عايز اليوزر مثلا يدخل لي رقم فبقول مثلا ممكن اكتب حاجه زي كده، ممكن اكتب مثلا انبوت والرقم ده انا هديله زي رمز كده، فمثلا انبوت اكس لو عايز ادخل لي مثلا رقمين هسميهم اكس وواي، ممكن اقول له مثلا انبوت اكس كوما واي، فده معناه ان انا مستني اليوزر يدخل لي رقمين. طيب البلوك بعد كده هو انه ساعات انا ببقى عايز اعمل حاجات احسب بيها ارقام او اعرف بيها البرنامج قرب يخلص ولا لا او حاجات زي كده، عايز اعرف فاريبل جديد، بس الفاريبل ده مش متشاف لليوزر، يعني ده فاريبل جوه البرنامج جوه الكمبيوتر هو محتاجه عشان يعمل حسبه معينه، بس اليوزر مش ولا هو بيقول لي الفاليو بتاعته بكام ولا هو بيدخل الفاليو بتاعته وهكذا، فبالتالي انا بعرفه الكمبيوتر بيعرفه بيديله فاليو انيشال كده بحاجه معينه وخلاص، وبعد كده بقى بيعدي عليه. فعشان اعمل حاجه زي كده بستخدم الشكل ده كده اللي هو زي شكل مربع كده، وبكتب جواه مثلا حاجه زي مثلا زد بتساوي 0 او مثلا ام بتساوي 5 وهكذا ماشي. فده كده الشكل ده معناه ان انا بعرف فاريبل هستخدمه في البرنامج، بس اليوزر مش هو اللي بيدخل لي الفاليو بتاعته، لو اليوزر بيدخل الفاليو بتاعته فبستخدم الشكل بتاع باراليلوجرام ده. طيب بعد كده البلوك الاخير هو ان انا عندي حاجه زي رومبس كده، وده بحط فيه كونديشن معين، يعني هل كان الكمبيوتر بيسال سؤال هل كذا مثلا متحقق، ولو هو متحقق هيروح في اتجاه معين، لو هو مش متحقق هيروح في اتجاه تاني ويعمل اوبريشنز معينه، في الاتجاه ده هيخليه يعمل شويه اوبريشنز، الاتجاه ده هيخليه يعمل اوبريشنز مختلفه. والحاجه الاخيره هي انه لو انا عايز اطلع بقى اوتبوت لليوزر في نفس الشكل كده، لو انا كنت هخلي اليوزر يدخل انبوت بس بكتب جواه مثلا print كذا او output كذا، بحيث ان انا اوضح انه ده انا اللي بطلع لليوزر النتيجه مش هو اللي بيدخل لي value معين. ففي الحقيقه دي blocks بتاعت الفلوت شارت اللي احنا محتاجينها، واللي هي يعني في معظم الاحيان في معظم الاستخدامات مش هتحتاجوا حاجه اكتر من كده. طيب تعالوا بقى ناخد اتنين examples بقى ما نبص قبل ما نبص على الفلوت شارت بتاع الباينري multiplication ده بيتعمل ازاي. طيب فلو افترضت ان انا عايز اعمل فلوت شارت كده بيسمح لليوزر ان هو يدخل اتنين فاليوز ويشوف الاتنين فاليوز دول متساويين ولا لا، فممكن باستخدام بلوكس دي كده توقفوا مثلا الفيديو وتجربوا تحلوا الاكزامبل ده وبعدين تشوفوا الحل معايا ممكن يبقى عامل ازاي. في النهايه فلوت شارت يعني زي ما بقول لكم هتقدروا تعملوها بالشكل ده، انتوا محتاجين بس تعرفوا الرموز بتاعت الفلوت شارت دي عامله ازاي وخلاص، بعد كده هتلاقوا الموضوع بسيط يعني. طيب فالحل بتاع السؤال ده حاجه زي كده، اول حاجه ان عارف ان اليوزر هيدخل انبوت وعارف ان انا محتاج اعمل حاجه كده بتتشيك الرقمين دول متساويين ولا لا،
وفي الاخر عايز اقول لليوزر بقى ان هما متساويين لا مش متساويين. فانا بالتالي محتاج يبقى عندي حاجه بتاخد انبوت، حاجه فيها كونديشن كده، هل حاجه بتحققها ولا لا، وحاجه بتطبع لليوزر اوتبوت معين، وطبعا برنامج ليه الستارت وليه الاند. فيبقى الفلو شارت بتاعته هتبقى حاجه زي كده. هبدا وبعدين هقول له دخل رقمين هسميهم N1 و N2، وبعدين هسأل حاجة زي كده، هل N1 بتساوي N2؟ مش لازم ده يبقى بقى كود بيشتغل على الكمبيوتر، هو مهم بس انه ابقى فاهم الكونديشن ده بيتشيك ايه، بيعمل ايه. بس فهل N1 ده بيساوي N2؟ لو هما متساويين فهبرنت they are equal مثلا لليوزر، لو هما مش متساويين فهبرنت they are not equal. وبعد ما برنت خلاص البرنامج خلص، ده خد الرقمين طبع حاجة معينة وخلص. فبالتالي الجزء ده هيوصل للإنت والجزء ده هيوصل للإنت. فلو انا مثلا دخلت حاجه زي 2 و3، فال ان 1 دي ب2، ان 2 دي ب3، هل ان 1 بتساوي ان 2؟ فلاقي انه لا، فيبقى انا همشي في البرانش ده كده، هبرنت زي ار نوت ايكوال، وبعدين اروح بقى في الجزء الاخير ده اوصل للاند. او ما بوصل للاند خلاص البرنامج بيقفل. لو كنت مدخل حاجه تانية زي مثلا 4 و4، فانا ببدا دايما بالستارت، هدخل الانبوت وبعدين هشوف هل الاربعه بتساوي اربعه، فاه فهمشي في البرانش ده، هطبع زي ار ايكوال، وبعدين هو رايح للإند، فخلاص البرنامج قفل. فدي كانت فلوتشارت بسيطة كده لبرنامج زي ده. طيب لو افترضنا بقى ان انا عايز اعمل برنامج تاني مثلا بيقول انا هدخل لك رقم represented binary و represented ب sign to comp، اللي هو لو هو positive يبقى الساين بتاعته بزيرو، لو هو negative يبقى الساين بتاعته بون، ويقول لي الرقم ده كان positive ولا negative. فبرضه نفس الفكرة، ممكن توقفوا كده وتشوفوا هتعملوا الجزء ده ازاي. ممكن مثلا نسمي الباينري نمبر ده ممكن بس اشوف. اوكي هنسمي الباينري نمبر ده مثلا نمبر، وممكن نقول ان النمبر ده انا هعتبر ان هو عنده ان بيتس، ماشي، وعايز اعرف هو بوزيتيف ولا نيجاتيف يعني. طيب فبرضه لو بصينا على الفلوت شارت بتاعته هنلاقي حاجه زي كده، ببدا البرنامج بدخل الرقم وبعدين انا عايز اعرف عدد البيتس بتاعته، فكاني هعتبر ان عندي، انا معتبر يعني ان انتوا عارفين شويه ايه المقصود بكلمه فانكشن، مع انكم يعني معظمكم خد او كلكم خدتوا الكورس بتاع البروجرامنج يعني. فكان نمبر اوف بيتس دي حاجه كده في الكمبيوتر، فانكشن في الكمبيوتر ببدلها رقم باينري وهي بتعد لي عدد البيتس بتاعته. فمثلا لو انا دخلت له 0 1 0 0 فهو نمبر اوف بيتس دي المفروض ان هي ترجع لي 4، فهي بتقدر تعد حاجه زي كده. وفي الفلوت شارت ممكن تستخدموا فانكشنز بالشكل ده طالما الفانكشنز دي مش بتخلي الفلوت شارت تريفيال. يعني ما ينفعش مثلا اعمل فانكشن اسمها تشيك اف النمبر از بوزيتيف، ابعت لها رقم تقول لي هو بوزيتيف ولا لا، في الاخر هو انا فلوت شارت دي معناها ايه يعني؟ ما هو انا عايز اعرف فانكشن دي جواها عامله ازاي. لكن عدد البيتس دي انا مش مهتم اقعد اعقد الجزء ده ان انا اقول هعمل برنامج بيحسب عدد البيتس بتاعت الرقم وهكذا، خلاص هعتبر ان دي حاجه موجوده واشوف ازاي استخدمها في ان انا احسب البرنامج. طيب فاول حاجه كده انا هدخل رقم وبعدين هستخدم الفانكشن دي اللي هي هتقول لي عدد البيتس بكام. فهي مثلا لو في الكيس دي هترجع 4، يبقى انا عندي الكيس دي هتبقى ان بتساوي 4. والايكوال دي لو انتوا برضو اول مره تشوفوها، فالايكوال دي مش معناها انه حاجه بتساوي حاجه، يعني دي مش ايكويشن ماثيماتيكال، ده معناه اساينمنت اوبريتور. والاساينمنت اوبريتور ده بيبقى معناه انه اللي على الشمال ده دايما بيبقى فاريبل اسمه فاريبل، واللي على اليمين ده بيبقى فاليو معينه. واللي انا بعمله ان انا بقول له انت عندك فاريبل كده في الميموري اسمه ان، الفاريبل ده في الاول ما كانش ليه فاليو، واحسب بقى لما بعمل اساينمنت دي بقول له احسب الحاجه اللي على اليمين دي بكام وحطها في الان، فهو هيحسب الحاجه دي تطلع 4، فهو هيقول ان الفاليو بتاعت الان دي الفاليو اللي اسمها ان الفاليو بتاعتها دلوقتي بقت 4. لو كتبت مثلا حاجه دلوقتي حاجه زي مثلا ان بتساوي ان زائد 1، فالان دلوقتي ب4، الاول هيحسب الجزء على اليمين ده فيعوض عن الان دي ب4 وبعدين يجمع عليها 1 فيبقى 5، وياخد الخمسه دي يحطها في الان تاني فيبقى يخلي الان ب5، ماشي. فدي كده اسمها اساينمنت اوبريتور، ده مش معناه انه الان بتساوي ان زائد 1 فودي الان هنا والكلام اللي هو بتاع الماثيماتيكال ايكويشن، يعني دي مش ماثيماتيكال ايكويشن، دي اسمها اساينمنت اوبريتور، بحسب الجزء على اليمين بحطه في الفاريبل اللي اسمه هو الجزء اللي على الشمال. طيب لو كملنا بقى البرنامج، فهو انا حسبت عدد البيتس. اللي انا عايز اعمله بقى ان انا عايز اقول ايه، عايز اقول انه لو رقم مثلا 1000 فانا عايز اتشيك البيت دي بكام، ماشي. فلو الرقم اسمه نمبر فدي كده كأن دي كده هي نمبر اوف 0 ودي كده هي نمبر اوف 1، كأنها يعني بقول الكوفيشنتس يعني، ودي كده هي النمبر اوف 2 والواحد دي هي نمبر اوف 3، ماشي.
فلو هو عنده 4 بيتس يبقى البيت اللي هي الموست سيجنيفيكانت دي هتبقى النمبر اوف 4 ناقص 1 ماشي. والشكل ده كأني بقول array، بس انا مش عارف انتوا معظمكم يعني عارف ال array حاليا ولا في ناس ما خدش الكورس لسه او ما تعرضتش للبروجرامنج يعني. فلو انتوا عارفين concept ال array فده ممكن نعتبره كده ان هو array of characters، كل كاركتر فيهم يا اما صفر يا اما واحد ماشي. طيب فلو بصينا على الجزء ده كده هنقول انه هنسمي ال most significant bit دي اللي هي number of n minus 1 تمام. طيب واللي انا محتاج اعمله هو ايه بقى؟ هو ان انا اقول البيت دي كده بتساوي واحد ولا بتساوي صفر. فلو هي بتساوي واحد هبرنت الرقم ده نيجاتيف، لو هي بتساوي صفر هبرنت الرقم ده بوزيتيف، وفي الحالتين هبقى خلاص خلصت البرنامج. فالخطوه اللي بعد البرنتنج هتبقى ان انا بروح للانت. فدول كده زي برنامجين بساط والفلوت شارتس بتاعتهم عشان بس تتعودوا شويه على البلوكس، ان انا عندي ستارت، عندي اند، عندي الحاجات للاوتبوت، عندي حاجات للانبوت، وعندي حاجات بعمل بيها variables محتاجه استخدمها في البرنامج، وعندي الكونديشنز، والكونديشنز بيطلع منها yes و no كده بيطلعوا ببرانشز مختلفه للبرنامج يعني. طيب لو رجعنا بقى للسؤال فهنلاقي ان السؤال كان بيقول حاجه زي كده، بيقول لي اكتب algorithm يقول لي ازاي اعمل multiplication بين رقمين باينري وارسم فلوت شارت. ففي الحقيقه انا هرسم الفلوت شارت يعني مش هكتب البرنامج ككود يعني او كستبس. بس قبل ما نعمل الجزء ده خلينا نفتكر بس انه حاليا احنا هنعتبر ان الرقمين باينري دول ما فيهمش فلوتنج بوينت، يعني ما فيش حاجه اسمها 1.0.1.1.0 مثلا، هو 1.0 بس ما فيش حاجه اسمها فلوتنج بوينت ماشي. والشيفت ليفت في الحقيقه في الكيس دي هيبقى ان انا عشان اعمل شيفت ليفت هبقى بزود صفر على اليمين، فالواحد زيرو واحد دي هتبقى 1.0.1.0. وعايز برضه ديفاين حاجه اسمها شيفت رايت، فزي ما بقى الشيفت ليفت انا بشفت الارقام على اليمين وبحط صفر، الشيفت رايت هبقى بشفتها، الشيفت ليفت قصدي بشفت الفاليو دي للشمال وبحط صفر هنا، الشيفت رايت لو انا عندي فاليو زي كده بشفتها يمين، فانا كاني بعمل 1.0 والواحد اللي هي كانت هنا دي كاني رميتها بره يعني، يعني كان الحاجات دي كانت واقفه على حاجه زي حفره كده. فلو انا شفت الواحد ده، الواحد ده خلاص هيقع كده وهيبقى الرقم هو 1.0. لكن لو انا كنت بعمل شيفت ليفت فانا هدخلهم كده وهدخل صفر بعدهم يعني. فبالتالي الشيفت رايت اوبريشن كل اللي هي بتعمله ان هي لو مدخل رقم زي كده هتدروب الليست سيجنيفيكانت بيت بتاعته ماشي. فدول كده الاثنين اوبريشنز اللي احنا هنحتاجهم يعني. والشيفت رايت دي هوريكم كده ليه بنحتاجها او ليه بنستخدمها عشان هي تخلي البرنامج اسهل شويه او الفلوت شارت اسهل شويه في ان هي تساعدنا في موضوع الباينري مالتيبليكيشن. وتعالوا برضو نفترض بقى حاجه اخيره، ان انا الاوبريشن انا بضرب رقمين A في B، و A في B دول رقمين باينري ليهم نفس عدد البيتس ماشي. فلو هما ال A 4 بيتس فال B هي كمان 4 بيتس، ممكن B تبقى 4 بيتس بالشكل ده ممكن، بس هي في الاخر هي represented internally بنفس عدد البيتس بس. فلو عايزين نرسم فلوت شارت بقى لحاجه زي كده تعالوا نبص عليها ونشرح اسرع على فلوت شارت بدل ما نشرح على الهوا كده. بس هي نفس الفكره احنا كنا بنقول عليها، ان انا بشوف البيت اللي انا عندي رقم بضربه في حاجه تانية، بشوف الحاجه اللي انا بضربه فيها دي لو هي عندها واحد عند بيت معينه هشفت الرقم ده ليفت بعد بيتس معينه كافيه وهزود عدد زيروز كافيه واجمعها على حاجه اسمها ريزلت، وبعدين اشوف البيتس الباقيه في الحاجه اللي بضرب فيها اللي هي البي وهكذا. ففي الحقيقه فلوت شارت بتاعت الجزء ده هتبقى حاجه زي كده، انا ببدا البرنامج هدخل الفاليوز بتاعت الاي والبي بنفس الفكره. دلوقتي بقى انا عايز ديفاين اتنين فاريبلز في الحقيقه، ديفاين حاجه اسمها ريزلت، والريزلت دي انيشالي بزيرو اللي هي انا بستور فيها الناتج بتاع الاديشنز اللي انا هقعد اعملها دي، وعندي فاريبل تاني اسمه ان، الان ده بيعبر لي على عدد البيتس، وعدد البيتس دي هبعت لها ايه وهي هتقول لي عدد البيتس بتاعته. لو كنت قلت عدد البيتس بتاعت بي هتبقى برده المفروض ان هي بترجع نفس الرقم بما اني حاطط اسامبشن انه الاي والبي دول ايكوال اصلا. طيب البرنامج بقى بيعمل ايه؟ هو انا لو عايز اضرب الكيس اللي احنا كنا واخدينها اعتقد كانت 19 كانت حاجه زي كده، وكنت بضربها في البي، فتخيلوا مثلا ان البي دي كانت 1.01 مثلا. لو انا عايز اعمل المالتيبليكيشن ده فانا اول حاجه هقول ايه؟ كاني هبص على البي ده من الشمال من اليمين للشمال، فهشوف لو بي هنا اصغر واحده دي بواحد فده معناه ان انا هعمل ايه؟ همسك الاي ده اضربه في واحد ويبقى الناتج هو 1.0.0.1.1 زائد حاجه صح؟ زائد بقيه البي بقى، وبعدين ابص على البي على الديجيت اللي بعدها الاقي ان هي زيرو، فخلاص يبقى الزيرو دي مش هعمل حاجه. بعدين هبص على البيت الثالثه في البي فلاقي ان هي بواحد، فده معناه ان انا عايز اضرب الاي
في 4 او اضرب الاي دي في 1 0 0. ازاي بضرب الاي ده في الفاليو دي؟ فبقول ان انا هحط الاي كده زي ما هي 1 1 واحط 0. ماشي، الناتج الريزلت ده كان فيه الفاليو دي، هزود دلوقتي عليه الفاليو دي وبعدين اكمل. هلاقي مثلا ان البي فيها 0 فخلاص مش هعمل حاجه، بي فيها 0 فخلاص مش هعمل حاجه، لغايه ما اوصل لانه خلاص البي ما بقاش وصلت لعدد الديجيت بتاعتها، فخلاص البرنامج هيخلص ويبقى هي دي النتيجه. فهو ده بالظبط اللي احنا عملناه. تعالوا ناخد بقى الكيس دي كده، الاي كانت 1 0 0 1 1 والبي كانت 1 0 1. ماشي، وعندنا اتنين فاريبلز، خلينا نقول ان هما الاتنين ايكوال لينس كده زي ما كنا متفقين. الان دلوقتي عدد البيتس بتاعت الاي بيساوي 5 والريزلت بتساوي 0. ده اللي احنا عملناه في الكيس دي، عملنا initialization بالشكل ده، ودي الفاليوز بتاعت الاي والبي. ماشي، دي كده الانيشال فاليوز. خلينا برضو نحط لهم كده هنا الاي الفاليو بتاعتها اهي 1 0 0 1 1، والبي في الاول كانت الفاليو بتاعتها 1 0 1 0 0. طيب اللي انا عايز اعمله هو ايه بقى؟ هو ان انا اشوف اصغر بيت في البي دي، مع اني دايما بقول ان انا هبص على البي من اليمين للشمال، فهشوف اصغر بيت في البي دي بواحد ولا لا. لو هي بواحد محتاج اعمل ايه؟ محتاج اخد الاي ده اجمعه على الريزلت. فلو هي بواحد هقول ان الريزلت دي بتساوي الريزلت القديمه زائد الفاليو بتاعت الاي. ماشي، فاول مره كده انا هجمع الاي زي ما هي، مش محتاج اعمل شيفت ولا حاجه، فالستيتمنت دي كده هتبقى صح. ماشي، طيب لو البي بقى مش بواحد بزيرو، فساعتها انا عايز اعمل ايه؟ مش عايز اعمل حاجه، هسيب الريزلت دي زي ما هي. فلو هي كانت زيرو هسيبها زيرو زي ما هي. طيب وبعدين الخطوات اللي بعد كده بقى هي ان انا عايز اعمل ايه؟ هقول ان انا خلاص خلصت البيت الاولانيه دي من البي، عايز ابص على دي. ازاي بقى هبص على دي؟ فهي الكام ستيتمنت اللي هنا دول هم اللي بيعملوا لي حاجه زي كده. فاول حاجه ان بقول في الحقيقه دلوقتي الفاليو بتاعت الاي والبي مش فارقه معايا هي عامله ازاي، انا كل مهتم بيه ان الريزلت دي يبقى فيها الناتج الصح بتاع اي ملتبلايد باي بي. بس الفاليوز بتاعت الاي والبي دي ممكن اعدل فيها مفيش مشكله يعني. فاللي انا بقوله ايه؟ بقول ان انا هخلي الاي هي انها هشيفت ليفت اي، يعني انا هحط صفر كده على شمال الاي، والفي والبي الفاليو الجذريه بتاعتها ان انا هعمل شيفت رايت للبي، يعني بدل ما هي كانت 1 0 1 هتبقى 1 0 و 0 0 بالشكل ده كده. دي كده الفاليو بتاعت البي دلوقتي، والفاليو بتاعت الاي هتبقى هي الجزء ده كله. وبعدين هقول انه الان دي هنقص منها واحد، كان انا كنت بقول انه بي دي 5 بيتس، فكاني بقول ان انا خلصت البيت الرقم 5 دي خلاص. فشوف هل احنا وصلنا للاربعه ولا لا. قصدي انا عندي 5 بيتس، فده معناه ان انا عايز اعمل اعدي على 5 بيتس من البي، فعايز اعمل 5 اوبريشنز. فكاني بقول انا خلصت منهم اوبريشن وبقى ناقص لي لسه 4 اوبريشنز ان انا اعدي على 4 بيتس تانية. فكان ان ده دلوقتي بيعبر لي على عدد اوبريشنز انا محتاج اعملها، وانا عارف ان انا محتاج اعدي على 5 بيتس يبقى محتاج اعمل 5 اوبريشنز، فانا خلصت واحده منهم يبقى انا ناقص لي 4. طيب وبعدين هاجي بعد ما اعمل الستيتمنت دي هسال سؤال، هل ان بتساوي 0 يعني عدد الاوبريشنز اللي انا كنت محتاجها خلاص بتساوي 0 يعني انا خلصت؟ لو خلاص يبقى انا هبرنت الريزلت وهاند. طيب لو لا محتاج اعمل ايه؟ محتاج ابص على البيت دي، ماشي، اللي هي كانت الصفر دي. طيب انا دلوقتي يعني اصلا عملت شيفت رايت للبي صح، فالبيت اللي انا كنت عايز ابص عليها اللي هي كانت الصفر دي بقت هي بي اوف 0، بقت هي اللي سيجنيفيكانت دلوقتي بعد الشيفت رايت. فيبقى انا محتاج اعمل ايه لو لقيت ان هي الان ده مش بتساوي 0؟ هرجع لنفس الكونديشن ده، الكونديشن ده بيتشيك على بي 0، بس بي انا غيرت اصلا الفاليو بتاعتها، فبي 0 دلوقتي ما بقتش بواحد، بي 0 دلوقتي بقت ب 0. وبعدين هعمل نفس الموضوع، هل البي 0 دلوقتي بواحد؟ فلاقي انه لا، فطالما لا يبقى هعمل ايه؟ يبقى مش هغير الريزلت. فالريزلت هنا اللي هي كانت تساوي الفاليو بتاعت الاي الانيشال اللي هي 1 0 1 1، واحنا كنا عملنا الخطوه دي فالمفروض الريزلت كانت كده دلوقتي بعد اول ستيب. مش هعدل حاجه في الريزلت، بس هعدل في الفاليوز بتاعت الاي والبي. هعدل الفاليوز بتاعت الاي والبي ازاي؟ ان انا في الاي هزود صفر لان انا عملت شيفت ليفت، وفي البي هعمل لها شيفت رايت فهتبقى صفر صفر واحد. دي كده الفاليو الجديده بتاعت البي. وبعدين هعمل ان بتساوي ان ماينس 1، فهنقص الان تبقى بتساوي 3 بدل ما كانت بتساوي 4. وبعدين اشوف هل الان بتساوي 0، فلاقي انه لا، فهرجع هنا تاني. وبعدين اتشيك هل بي 0 بتساوي 1، فلاقي انه بي 0 دلوقتي اللي هي دي، اللي هي في الحقيقه لو انا كنت ماشي في الخطوات في الجزء ده انا ببص على البيت دي دلوقتي، بس بما اني عملت شيفت رايت مرتين فبقت هي اللي سيجنيفيكانت بيت.
هل البي زيرو دي بتساوي واحد؟ فالبي زيرو دي بتساوي واحد دلوقتي، فيبقى انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجمع عليها الاي، هجمع الاي على الريزلت، فالريزلت اللي هي كانت دي كده هجمع عليها الاي، بس الاي هل الفاليو بتاعتها هي دي؟ لا، في الحقيقه انا عملت دلوقتي الاي شيفت ليفت مرتين، فالفاليو بتاعت الاي بقت 1 0 0 1 1 وفي صفرين كمان، دي كده الفاليو بتاعت الاي دلوقتي. والريزلت ان انا هجمع الاثنين دول على بعض كباينري اديشن عادي، فانا هعتبر ان الكمبيوتر بيقدر يعمل الجزء ده ما فيهوش مشكله. وبعدين هشفت بعد ما اخلص الجزء ده هشفت الاي ليفت تاني فاحط صفر، وشفت البي رايت فبدل ما هي كانت 0 0 1 هتبقى 0 0، واعمل ال n بتساوي n ماينس 1 ف n دي تبقى بتساوي 2، واشوف هل n بتساوي 0 فلا فارجع هنا. ماشي، لو كملنا بقى في البرنامج في الحقيقه احنا هنلاقي انه خلاص البيتس بتاعت الزيرو دايما بقت زيرو، فده معناه ايه؟ انه لما هاجي اتشيك الكونديشن ده هلاقي ان هو دايما بنو، فنو ده معناه ان انا كل مره هنقص ال n، فبدل ال n ما كانت 2 بقت 1، ال a انا هشفته ليفت فهزود 0، والبي هشفته رايت فبقى مكان 0 0 بقى 0. وبعدين هل ان بتساوي 0؟ لا، فهرجع تاني هل البي 0 بتساوي 1؟ لا، البي 0 دلوقتي بقت ب 0، فهشفت الليفت تاني فهزود 0 على اليمين، واشفت البي فخلاص هو اصلا البي ما بقاش فيه حاجه، والان هتبقى بتساوي 0، واجي دلوقتي اشوف هل ان بتساوي 0 فلاقي انه اب ان بتساوي 0، فساعتها هبرنت الريزلت، هبرنت الريزلت وهيبقى البرنامج خلص. ماشي، فدي كانت الفلوت شارت. لو مسحنا بقى اللي احنا كنا كاتبين ده كده وبصينا على الفلوت شارت هنلاقي ان هي كل محتاج اعمله ان انا ببص على الليست سيجنفكت بيت بتاعت البي واشوف هي بواحد ولا زيرو. لو هي بواحد يبقى انا هجمع الفاليو بتاعت الاي الحاليه، لو هي بزيرو يبقى انا مش هعدل في الريزلت، بس كل مره بشفت الليفت بواحد الاي بشف بعمل لها شيفت ليفت بواحد، والبي بعمل لها شيفت رايت بواحد، عشان بدل ما بقول البي بزيرو بكام، بي زيرو بي واحد بكام، بي اتنين بكام، يعني ببقى بتشيك على بيتس مختلفه، كاني بشوف البيت اللي انا عايز اعمل عليها تشيك دلوقتي في البي بخليها هي لسه سيجنيفيكانت بيت وبعدين اعمل التشيك بتاعي. ولان هنا كان بيعبر لي على عدد الاوبريشنز اللي انا محتاج اعملها او عدد البيتس بتاعت البي اللي انا محتاج اعمل تشيك عليها قبل ما ابقى عرفت ان انا خلاص عديت على كل البيتس فوصلت للنتيجه الصحيحه. طيب، فده كان الفكره بتاعت السؤال ده. في سؤالين بقى بنفس الفكره ان هو محتاج فلوت شارتس بس بيتكلموا على حاجه اسمها جراي كود، فتعالوا النهارده بس نتكلم على فكره الجراي كود كده بيعمل ايه وليه محتاجين كده، والسكشن الجاي ان شاء الله نبص على الفلوت شارتس بتاعته. طيب، فالجدول ده كده انا خدته من الريفرنس، والجدول ده بيقول هو ايه هي الجراي كودز. فهي الجراي كودز بنفس الفكره انه لو انا عايز اريبريزنت الفاليوز من 0 ل 15 فانا محتاج 4 بيتس، فال 4 بيتس دول 4 باينري بيتس، فال 4 بيتس دول الشكل التقليدي ان انا بقول انه الصفر هو 4 اصفار، الواحد هو 0 0 0 1، الاثنين هو 0 0 1 0، الثلاثه هو 0 0 1 1، الاربعه هو 1 0 0 الاربعه هو 0 1 0 0 وهكذا. ماشي، الجراي كود بقى اختار فاليوز مختلفة للحاجات دي، يعني بدل ما يقول مثلا انه الاتنين هي 0 0 0 0 1 0 قال انه الاتنين هي صفرين واحدين. ماشي، ففي النهاية هو خلاص برضه طالما مدي كل واحد فيهم فاليو يونيك انا مش فارق معايا قوي في حاجة غير لو انا بقى عايز اعمل بيهم اديشن وكده. طيب، ايه بقى اللي انا طلعت بيه من الجراي كود ليه عايز اعمل حاجة زي كده؟ لو بصيتوا في الحقيقه على الشكل بتاع جراي كود كده وقارنتوا كل رقم باللي بعده او باللي قبله، يعني الرقم ده والرقم ده هتلاقوا انه في بيت واحده اتغيرت ان هي كانت الصفر دي بقت واحد. لو خدنا مثلا الرقمين دول هتلاقوا انه برضو الصفر دي بقت واحد. لو خدنا مثلا خلينا ناخد رقمين مختلفين، لو خدنا مثلا الرقمين دول هتلاقوا انه البيت دي كده كانت صفر بقت واحد. لو بصيت على ده مع اللي بعده هلاقي انه الواحد دي بقت صفر. فهتلاقوا انه دايما كل رقم جراي كود واللي بعده او اللي قبله في بيت واحده بس هي اللي مختلفه، بقيه البيتس هي هي. طيب، ايه بقى اللي انا بكسبه من حاجه زي كده؟ فتعالوا نبص كده على الفرق ما بين نشوف السبعه والثمانيه هم هنا هم دول، دي السبعه والثمانيه كجراي كود. السبعه والثمانيه كباينري عادي كان بيبقى شكلهم كده، دي السبعه ودي الثمانيه. في الحقيقه جراي كود بقى بيبقى مميز بشكل كبير في حاجات، ان انا تخيل لو انا عامل حاجه زي مثلا الساتلايتس او حاجه اللي هي بتنقل داتا، يعني بنقل بيانات، فبما اني بنقل بيانات في حاجات زي بقى هواء وفضاء وحاجات كده فبيبقى عندي دايما نسبه خطا انه ممكن البيانات اللي بتجيلي دي تجيلي غلط. ف
أو في الحقيقة تعالوا طيب بلاش نبص على السبعة والثمانية. طيب هو احنا عايزين نبص على دول بس. طيب تعالوا نبص، هخلي الاكزامبل يبقى واضح. بس احنا بنبص على السبعة والثمانية دول اللي هو في بيت اتغيرت، وفي نفس الوقت عايزين نشوف ان الرقمين دول لو كانوا باينري كانوا هيبقوا بيساووا ايه. ماشي، فتخيلوا ان انا كابلكيشن كنت بنقل الفاليو دي كده 0 1 0 0. لو جات لي صح كشخص بيستقبل الرقم ده فخلاص انا مبسوط. طيب لو جات لي غلط، لو افترضنا انه في بيت واحده اتغيرت اللي هي البيت دي كده، انا كنت باعتها 0 بس هي جات لي 1. ماشي، انا كنت باعت 0 1 0 0، هي جات لي 1 1 0 0. فكجراي كودز هتلاقوا انه الرقم ده كان بيريبريزنت 7، الرقم ده بيريبريزنت 8. تمام، فكأني كنت عايز ابعت لحد 7 فالرقم اللي وصل له هو 8. فلو الرقم ده مثلا حاجه زي درجه مثلا لون بتاع بيكسل معينه في مثلا التلفزيون او كده، فالفرق ده مش كبير او يعني مش حاجه قاتله يعني. لكن لو كانت الارقام دي ارقام باينري، فانا هنا الصفر واحد صفر صفر ده كان بيريبريزنت 4 كباينري، اللي هو لما حول الباينري الديسيمال. لما بقى واحد واحد صفر صفر اللي هو بيت واحده بس اتغيرت، بقى الرقم ده بيريبريزنت 12. فهتلاقوا انه الفاليو اللي انا ببعتها بدل ما انا كنت ببعت 4 بقيت اليوزر استقبل 12، في حين ما هنا انا لما كنت ببعت 0 1 0 0 كنت ببعت 7، لو في بيت اتغيرت فانا كاني اليوزر قراها 8. فواضح انه هنا لما في بيت واحده بتتغير ساعات الفاليو بتاعت الرقم تتغير بشكل كبير قوي، لكن هنا تغيير بيت واحده مش بيأثر بشكل كبير كده في الرقم زي جزء الباينري. ففي الحقيقه دي ميزه من الجري كودز، يعني ان هو انا عملت الشكل ده كده عشان لو انا بعت لشخص 2 ومثله مثلا جات له بيت واحده بايظه، فالبيت الواحده البايظه دي مبقاش في فرق كبير قوي ما بينها وما بين البيتس التانية. يعني مثلا لو هو استقبلها 0010 فما زالت قريبه من الحاجه اللي انا كنت ببعتها، لو هو استقبلها 0001 فبرضه ما زالت قريبه من الحاجه اللي انا كنت ببعتها. طيب الحاجه الاخيره بقى اللي عايز اقولها هي ازاي بس بنجنريت الجري كودز دي بشكل يعني سهل الى حد ما. ففي الحقيقه في حاجتين، في الجوريزمز اللي هي عايزين نتكلم عنها في الفلو شارتس، والدكتور اتكلم عنها اللي هو ازاي باخد رقم باينري يحول له الجري كود والعكس، فدي هنتكلم عنها السكشن الجاي. في طريقه تانية بتنفع لو انا عايز استخدم جري كودز في رينج صغير فبتبقى سريعه شويه. فالفكره في الجزء ده بتقول حاجه زي كده، بتقول انه عشان انا ريبريزنت الجري كودز هبدا بالصفر والواحد كده، فالصفر ده هريبريزنته بزيرو والواحد هريبريزنته بواحد. ماشي، فده كده اللي هي الديسيمال فاليو بتاعته، وده كده اللي هو الباينري او يعني الباينري بيتس. طيب بعد كده هعمل ايه؟ كاني برضو الخط ده كاني هعتبره مرايه كده، فانا هكتب هنا واحد صفر. ماشي، كاني عكست الحاجات كده حوالين المرايه، فالواحد دي بقت هي الصفر، بقت واحد قصدي، والصفر بقت صفر، وهنا انا بريبريزنت 2 و3. وبعدين هعمل ايه؟ هاجي عند الجزء اللي فوق الخط ده هكتب صفر، فهكتب صفر وصفر، وعند الجزء اللي تحت الخط هكتب واحد وواحد. ماشي، وبعدين هعمل ايه؟ هعمل نفس الفكره، هحط خط كده واعتبر ان الخط ده مرايه وانقل الحاجات. فدي كانت واحد زيرو هكتبها واحد زيرو، وبعدين واحد واحد، وبعدين صفر واحد، وبعدين صفر صفر. والخطوه اللي بعد كده هاجي عند الجزء اللي فوق احط صفار، وهاجي عند الجزء اللي تحت احط واحد. ماشي، ويبقى كده دول بيريبريزنتوا الأربعة خمسة ستة سبعة. وبعدين بنفس الفكرة برضو هحط خط كده وانقل الفاليوز دي بقى واحد زيرو زيرو واحد زيرو واحد وهكذا لغاية ما اوصل لزيرو زيرو زيرو. وبعدين عند الجزء اللي فوق الخط ده هحط صفار، وعند الجزء اللي تحت الخط هحط واحد، حط هنا واحد واحد واكمل بقى عادي بس. ودي بقى هتبقى بتريبريزنت التمانية والتسعة وهكذا. ف يعني دي طريقه كده ان انا جنريت بيها ارقام جري كود. فلو بصيتوا عليها مثلا الخمسه اللي هي 0 1 1 هتلاقوا ان هنا خمسه كانت 0 1 1. ف يعني طريقه بسيطه ما مش محتاجه حاجه غير ان انا بعمل بكتب الرقمين وبقعد احط كده خط زي عم ميرورنج، والميرور دي انقل الفاليوز، وبعدين احط الجزء اللي فوق الخط بصفار والجزء اللي تحت الخط بوحيد وهكذا، احط خط تاني وانقل الفاليوز زي ما هي بس معكوسه وهكذا. بس في الحقيقة ده اللي احنا كنا عايزين نتكلم عنه في سكشن النهاردة. السكشن الجاي ان شاء الله هنبدأ بقى نتكلم عن اللوجيك جيتس، وبرضه هنتكلم عن جزء الجري كود بما انه معتمد على الاكس اور.
بس ان شاء الله هننزله يعني في اخر اسبوع بتاع العيد. شكرا جزيلا، معلش على تأخير السكشن ده، بس يعني التخطيط كان خد مني شوية وقت اكتر من اللي كنت يعني متوقعه. بس يعني كل سنة وانتم طيبين وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا.